مرحبا بكم في مكتبة اسكندرية. أنا اسماعيل سراج الدين، وباسمي وباسم كل زملائي عايزين نرحب بكم أبطال ثورة 25 يناير. الثورة اللي ضربت مثل للعالم كله، والعالم كله بيتكلم عنها، انتوا فجرتم احلى واجمل القيم السامية اللي في معدن الشعب المصري. تلاحم الشعب المصري مسيحي ومسلم، رجل وسيدة، صغير وكبير، غني وفقير، كل طبقات وكل فئات المجتمع المصري تلاحمت، وشفنا ازاي ان القيم العليا هي التي قادت هذه الثورة، وانه حتى بعد المؤامرة اللي ادت الى ما سمي بالانفلات الامني وما سمي بحاجات كثيرة تانية احنا عارفينها، ونرجو ان احنا نرى اللي سهموا فيها يحاسبوا حساب عسير. انما شفنا ازاي الشعب المصري قدر يضمن كل حاجة بوسائل سلمية، لدرجة انه فجرتم روح جديدة في الشعب المصري كله، رغبة التطوع. لو اقول لكم كمية الناس اللي تتصل بيا في مكتبة اسكندرية وتقول ان احنا عايزين نتطوع لهذا وعايزين نتطوع لهذا وعايزين تساعدنا في كذا، طبعا احنا بنقول لهم ده كله أقل ما يمكن أن نقدمه لشباب مصر العظيم قائد هذه الثورة. الزملاء الأعزاء، أنا مش هدي خطاب ولا حاجة، أنا عايز أقول حاجتين بس. دي مكتبتكم، وإحنا نشرف بأنكم عاملين هذا الاجتماع عندنا. إدارة الاجتماع وإزاي هيتم والمؤتمر ده هيتعمل إزاي مش أنا اللي هقوله، أنا هدعو زميل من المنظمين لهذا اللقاء اللي هو اللي هيقدمه دلوقتي. انا عايز اقول حاجة واحدة بس، وهي ان شاء الله النهاردة في نهاية النهار على الغروب عايزين ان احنا نطلع عشان نفتكر حاجة مهمة قوي، نفتكر فترة اللي احنا فيها بهجة النصر، فترة ان احنا بنخطط الخطوات المستقبلية، ايضا نفتكر الشهداء. والحقيقة المكتبة هتشرف بأنها تعمل مع الشباب المنظمين لهذا العمل وزملائهم في أن احنا هنعمل نصب تذكاري للشهداء على مدخل مركز المؤتمرات، بحيث أن كل من يدخل مركز المؤتمرات في كل الفعاليات القادمة لمكتبة اسكندرية يعدي على هذا النصب التذكاري. النهاردة وقت الغروب طبعا النصب ما اتعملش لسه، احنا حددنا المكان بتاعه ومكتوب عليه ان هو تحت التجهيز، وهنعمل حاجتين. في لجنتين هيتعملوا، لجنة لها اهتمامات بالفنون الجميلة عشان تنظر الى التصميمات المختلفة لهذا النصب التذكاري، يتعمل ازاي، يتعمل كشاهد، يتعمل كستيلا، يتعمل كحاجة ثانية، مش عارف، لما هنشوف المقترحات اللي جاية في كده، ولجنة عشان تحدد الاسماء اللي لازم تتحط على هذا النصب. ولما ان شاء الله الجنتين دول هيكتملوا طبعا هننحتوا في احسن شكل، سواء كان رخام او جرانيت او غيره، ويتحط في هذه الصورة. النهاردة ان شاء الله ادعوكم جميعا وقت الغروب ان احنا هنطلع عند النصب التذكاري، مكانه، نشوف مكانه، و يعني نقف دقيقة حداد نترحم على الشهداء. وفي زملاء متخصصين في الموسيقى هيعملوا البروجيا او نفير الشهداء وقت الغروب، هيبقى فيه شوية شمع، وأرجو أن كل واحد بعد ما نقف دي أحداد أنه يقدر يضع وردة من عنده، في ورود تحت هتبقى موجودة للي عايز يحط وردة وهو قبل ما ينصرف النهاردة. فده يعني بس بداية لعمل هيستمر.
الإعلان الآخر اللي عندي أقول لكم عليه هو إن مكتبة اسكندرية هتعمل مركز لتوثيق الثورة، وكيفية عرضه وبتاع ده كلام لسه هنتكلم فيه، بس أهم حاجة دلوقتي إن في لجنة داخل مكتبة اسكندرية شغلتها إنها هتوثق لثورة 25 يناير، زي اللي منكم دخلوا على موقع زي ذاكرة مصر المعاصرة أو غير ذلك من مواقع بتوع المكتبة وشفتوا نوع الشغل اللي بيتعمل. فاحنا نرجو إن احنا نؤرخ ونوثق لتاريخ هذه الثورة العظيمة، وده هيقتضي إن اللي عنده صور عنده مواد عنده أي حاجة لو يقدر يبقى يوصلها، يوصل صورة إلكترونية منها إلى مكتبة اسكندرية، نبقى شاكرين عشان نقدر نضمن إن كل واحد ياخد حقه إذا كان هو صاحب الصورة أو صاحب التوثيق. ده هنعمله إن شاء الله، وده برضو من الحاجات اللي هنعملها من داخل مكتبة اسكندرية. إنما الأساس إن مكتبة اسكندرية هي مكتبتكم، وإحنا هنا أساسا عشان نقدم لكم الخدمات اللي أنتوا عايزينها في مؤتمركم هذا، وده نرجو إن يكون بكورة مؤتمرات أخرى وتعاون كثير بيننا وبينكم مستقبلا. وانا الحقيقه مش هقول اكتر من كده غير اني ادعو الاخ علي مكاوي بالنسبه لمنظمين المؤتمر عشان يكمل هو في كيفيه شرح باقي فعاليات المؤتمر، وشكرا لكم في مكتبتكم مكتبة اسكندريه. السلام عليكم. شكرا يا دكتور اسماعيل، اشكركم للحضور. يعني احنا مجموعه من الشباب اللي شارك في الثوره زيكم بالظبط، تتكون من عدد من الافراد من اسكندريه من القاهره، وتراءى الينا ان احنا نسمي نفسنا رؤيه مصر، نحاول نشتغل على تكوين رؤيه لمصر، بس دي مسؤوليه كبيره جدا ما ينفعش مجموعه صغيره تعملها. وعشان كده احنا لما دعينا ان احنا نبقى جزء من التنظيم لهذا المؤتمر قلنا ان دي فرصه عظيمه ان احنا نشتغل كلنا مع بعض، لان مصر دي مش بتاعتنا احنا بس، دي بتاعت الكل. المؤتمر ده طبعا جاء في وقت فيه حراك غير مسبوق في البلد، ولكن قبل ما نتكلم في الموضوع ده يعني لو تحبوا بس تشاركونا في بس لحظات من الحداد على شهداء مصر والوطن العربي، لو نقف بس دقيقة صمت. شكرا، شكرا ليكم وشكرا ليهم، لولا ان هم ادوا حياتهم لينا ما كناش هنتحرر. وزي ما احنا بنقول يعني الثوره مستمره، يعني انا عايز بس ايه، هو ما فيش نظام قوي، انا هتحرك شويه، هو النظام ان احنا يعني عايزين نتفاعل مع بعض، فاحنا ما فيش خطابات وما فيش كلام كبير قوي يعني هيتقال، ولكن يعني زي ما احنا شايفين ان يعني حان وقت العمل، ده زي ما احنا بنقول ولازم نشتغل كلنا مع بعض. فخلينا نشرح لكم احنا، يعني انا قلت احنا مين كده على عجاله، بس خلينا نشرح احنا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله ده. دلوقتي زي ما قلنا الثوره قامت ومش هترجع، مش هتقعد، الناس كلها خرجت عشان تعمل تغيير في البلد، وجاء فرصه لينا ان احنا ننزل. شفنا في الثوره دي حاجات كتير قوي في ميادين مصر كلها، ناس يعني طلعوا حاجات ما كانوش متخيلين ان هم يطلعوها. شفنا في ميدان التحرير ناس بيعملوا ريسايكلينج ستيشنز، اماكن لاعاده تدوير النفايات، بقينا بندير ازاي القمامه في المكان بننظفه، اماكن
الناس بتاخدها كمنبر يكلموا فيها عن ارائهم، وكان في يعني قمه رائعه من الديمقراطيه الحقيقيه على الارض في ميدان التحرير، وطبعا اكيد في الميادين المختلفه. احنا بس كنا بنتكلم عن ميدان التحرير كرمز مش كمكان. يعني الافكار اللي ظهرت في التحرير كنا فاكرين انها حاجه صعبه، يعني بقى عندنا تدوير للنفايات، لا يعني حصلت. فده الهمنا والهم ناس كتير قوي ان احنا نقدر، وان احنا ممكن نغير فعلا في واقعنا. وبدانا خرجنا عشان طلعنا على الفساد والقهر والتهميش، لان احنا عايزين حريه وعداله ومشاركه. وده يعني لب المؤتمر بتاع النهارده وبكره وبعده ان شاء الله، المشاركه. احنا هنا مش محدش جاي يفرض على حد وجهه نظر معينه، ولا جاي يقول هو ده اللي المفروض يتعمل، لا احنا عايزين نعرف كلنا مع بعض ازاي ده يحصل في تكوين رؤيه واضحه لمستقبل مصر. يعني انا بس كنت عايز اقول شويه حاجات كده. احنا بعد ما انا هخلص في برضو زميل لينا هيطلع برضو يقول كلمتين تانيين على الموضوع ده، وبعدين هنتكلم مع خالد الشناوي، كريم الشناوي سوري، برضو على يتكلم على اهميه السوشيال ميديا. الفكره الاخرانيه بس يعني عايز اتكلم فيها بس قبل ما نبتدي، عشان زي ما بقول لكم دي مش خطبه ولا اي حاجه، ان احنا شفنا كشباب خرجنا من بيوتنا عشان للتغيير، وبقى في يعني كان ميدان التحرير ده هو علامه على الثوره دي، لكن هو لا يحتكر حركه مصر كلها في السويس وفي الاسماعيليه وفي اسكندريه. فاحنا دلوقتي شفنا، وانا شفنا على الارض يعني مجموعات لا تنتهي من الشباب بيتجمعوا وبيفكروا مع بعض لمصلحه البلد. اعتقد ان وقت حان ان المجموعات دي كلها تحاول تنسق مع بعضها خطه واضحه للبلد، وكل واحد ليه دوره، كل واحد ليه امكانيات معينه يقدر يشتغل فيها. بس النهارده انا اعتقد ان احنا عندنا فرصه ذهبيه فعلا ان احنا نشتغل مع بعض على رؤيه. مش عارف. بس احنا عايزين بس ننقل ثقافه، اكسكيوز مي معلش، من النص كده خلاص. يعني بس كان يعني كان في سلايد شو بس بيفكرنا بال ان فعلا احنا اتكلمنا يعني عايزين نطلع نصلح في البلد، و اليافطات دي بتتكلم عن الحرية وعن العدالة الاجتماعية وعن مستوى معين للأجور، مستوى معين للتضامن الاجتماعي، فكر جديد لمصر، إشراك الجميع، كل الشباب يبقى اللي هو كان مش قادر يلاقي له دور دلوقتي يلاقي له دور. ومكتبة اسكندرية يعني أنا أقول ده أحسن مكان إن احنا نقدر نعمل فيه حاجة زي كده، لأن دايما المكتبة عودتنا على إنها منبر للحرية ومنبر للديمقراطية. وأنا كنت بقول كده زي المصراوية يعني اللي جايين من القاهرة، ان الاسكندرانيه عايشين في بلد بنظام اخر. القاهره يعني ليها نظام الخاص بتاعها، لكن فعلا انتوا بتتمتعوا بحريه هنا في اسكندريه، واحنا جايين نستنشق الحريه دي في كنف الثوره التي انا شايفها يعني لم تنتهي، لانها لم تحقق كل مطالبها، دي حاجه، وانها برضو لسه جاريه، لانها كانت ثوره سواعد بتترفع ضد الطغيان، وبعد كده سواعد انخفضت تنفض الميدان، وبعدين النهاردة هيجوا مع بعض يكتبوا ويفكروا على ورق فليب تشارتس وحاجات زي دي، ايه الافكار اللي احنا عايزينها، عايزين مصر تبقى شكلها ايه. We want change, we want choice. احنا عايزين التغيير وعايزين الاختيار. ف احنا انا بتكلم كتير، انا قلت مش هعمل خطبة بس هي يعني طلعت، ولكن فعلا احنا عايزين نفتح الحوار. هو الستايل بتاع المؤتمر ده او السياق بتاعه او النظام بتاعه هيكون مشاركه. فاحنا كمجموعه اسمنا رؤيه مصر، زينا زيكم بالظبط، بس احنا هنعمل المودريشن او التنظيم، ناخد الافكار نكتب، مش هنتكلم، مش هنتحكم في مين يقول ايه ولا. بصوا النظام يعني اول مره اشوف طابور، يعني انا كنت في انجلترا مره وبعدين معدي جنب شارع فلقيت اتنين اي تي ام ماشينز اللي بتطلع منهم فلوس من البنك،
فأنا معدي كده هو قلت هينظموا نفسهم ازاي، لقيت طابور واحد واقف على 2 ATM، ولما واحد يخلص واحد يجي من الطابور، يخلص يجي واحد من الطابور. طبعا احنا لو في مصر كان هيبقى فيه طابورين او 10 ولا مش عارف كان هيبقى فيه اكتر من طابور او لو ما كانش فيه طابور، ولكن التحرير او الثوره دي علمتنا ان احنا جوانا الصح واحنا عارفينه واحنا ممكن نعمل وممكن فعلا ننفذ، ومفيش حاجة بعيدة أبدا على الشعب المصري اللي في يوم ما قال لا الدنيا كلها اتزلزلت. ولما يقول باراك أوباما الرئيس الأمريكي إن مصر غيرت نفسها وفي هذا السياق غيرت العالم كله، ده يبقى كلام مش صغير. ولما يقول ديفيد كاميرون اللي هو رئيس الوزراء البريطاني إن احنا بنفكر ندرس العملية الثورة المصرية دي في مدارسنا، الثورة المصرية مش ثورة مصرية بس، مصر دي مش بتاعة المصريين كمان، ده اللي انا عايز اقوله. احنا عندنا اخوة عرب هنا، مصر دي للعرب كلهم، وان البروسس او العملية اللي احنا هنمشي فيها نفكر بيها لمصر نشرك فيها اخواننا العرب، بحيث ان دي مصر هي الصخرة الكبيرة اللي اتحركت بعد تونس واللي بتحرك بعديها ليبيا. يعني احنا كلنا chain reaction، احنا يعني عملية متصلة من التواصل بين الشعوب. يعني انا مش شعب يريد اسقاط النظام، بس احنا اعتقد ان احنا يعني برضو زي ما احنا دلوقتي مستمرين في ان احنا عايزين نسقط في النظام، لان النظام لسه موجود يعني بشكل او باخر، عايزين نبني نظام، عايزين نبني مستقبل، عايزين نبني حياة جديدة لينا ولولادنا. فانا اشكركم لانكم صبرتوا على الرانت او الكلام اللي مش منسق جدا، وحسيب المايك لتامر بدر الدين برضو كان عايز يقول كلمتين قبل ما نتكلم مع كريم الشناوي. صباح الخير، انا تامر بدر الدين، انا عضو في رؤية مصر، واهم من كده انا مواطن مصري. انا احب بس افكركم في حاجة مهمة قوي ناخد بالنا منها عشان ما نعديش عليها مرور الكرام. الثورة اللي قامت شفنا فيها ابتكار، الثورة شفنا فيها حوار، شفنا فيها الناس كلها ايد واحده. يوم ما حصلت الفجوه الامنيه الناس كلها نزلت، في 24 ساعه الشعب امن البلد. فالحاجه دي يعني ما تحصلش في اي حته من العالم. بس اهم حاجه حصلت ان احنا برضو لازم نعرف، احنا شعار الثوره كان الشعب يريد اسقاط النظام. النظام كان متمثل في رئيس جمهوريه ومؤسسات وكده، بس اهم من ده لازم برضو ناخد بالنا من حاجه. النظام ده احنا قعدنا 30 سنه جزء منه، النظام كان جوه كل فرد منا. النهارده احنا بنقول الشعب يريد اسقاط النظام، النظام اللي احنا كنا عايشين عليه، الانغلاق الفكري. الثوره قامت ثوره على النظام الموجود، بس ثورة على العقول والجمود الفكري والطريقه اللي احنا بنفكر فيها، واننا مش ممكن نعمل ومش ممكن نحقق. النهاردة احنا كلنا مؤمنين ان لا، الفرد ممكن يفرق، الفرد ممكن يعمل اختلاف. شخص واحد بفكر صح ممكن يقود ثورة فكرية، ثورة تأتي ببلد من الدول النامية ولا المتأخرة تجعلها في مصاف الدول الأولى. النهاردة احنا بنقود الفكر الديمقراطي، الحوار الشعبي في العالم كله. فالنهاردة مصر دولة رائدة، فلازم ان احنا النقطة دي نحافظ عليها ونفضل واخدين بالنا منها. نقطة تانية كنت برضه عايز أأكد عليها، احنا النهارده بنبني رؤية لمصر. يعني ايه نبني رؤية؟ يعني احنا بنقعد كلنا مع بعض ونقول والله احنا مصر دي عايزينها تبقى عاملة ازاي؟ عايزينها عاملة ازاي اقتصاديا؟ عايزينها عاملة ازاي سياسيا؟ عايزين الحوار يكون متداخل في مؤسسات الدولة ازاي؟ عايزين المؤسسات بتاعت الدولة تتعامل مع أفراد الشعب ازاي؟ كل الكلام ده ما نقدرش نقعد مجموعة 10 افراد 20 نفر 200 نفر حتى نتكلم فيه، لازم يبقى حوار وحوار بناء، ويبتدي هنا في مكتبة اسكندرية ويطلع القاهرة ويطلع حتة تانية. حتة اخيرة احب اكد عليها، احنا برضو النهاردة احنا في ناس بتقول ده مؤتمر يعني متنظم على المستوى المصري وعلى المستوى العربي. احنا النهاردة مصر زي ما قال علي، مصر بتاعتنا كلنا، مصر بتاعت السوري، مصر بتاعت الاردني، مصر بتاعت التونسي، زي بالظبط ما تونس ملك لنا كلنا، واللي بيحصل في تونس بيأثر في مصر، واللي بيحصل في مصر بيأثر في ليبيا. فما طولش عليكم، واحب ان ادعو كريم الشناوي يدينا برضو نبذه عن السوشيال ميديا ودورها في الثوره. شكرا.
مساء الخير. اسمي كريم الشناوي ومش عضو في رؤية مصر، وبشغل مخرج دوكيومنتريز واندبندنت تماما حتى في شغل الدوكيومنتريز، وبعيدا عن اي تيارات سياسيه واتجاهات فكريه وكل الكلام الكبير. وعلى قد ما مش حابب مصطلح فكره شباب الثوره او ما الى ذلك، ومقتنع تماما انها ثوره شعب وليست ثوره الشباب، يمكن بداها الشباب. خلوني ابدا الانترفنشن بقصه صغيره جدا. ان انا بعد التنحي بيوم دخلت في احباط شديد جدا، لاني لقيت مجموعه من الناس كتير قوي خرجوا علينا في القنوات علشان يكلمونا عن ازاي ان انا حذرت من الموقف، وانا تنبأت بان الثوره هتحصل، وكتبت في مقال منشور بتاريخ كذا قلت الكلام الفلاني. ومن الطبيعي جدا واحد بقاله 30 سنه بيكتب ان يقول الوضع خطير جدا، وبالتالي بيصدر لينا قرايه للوضع غير الوضع حقيقي. نحن لم نكن نتوقع ان ننظم بهذه الهشاشه، ولم نتوقع التغيير. وانا اذكر انه بعد الانتخابات الداخليه للحزب الوطني اللي اطلق عليها انتخابات برلمانيه، يعني قلت خلاص مفيش امل، وكنت محبط جدا حتى يوم 25، وحتى يوم 28 ما كناش متخيلين ان حاجه هتحصل. وبالتالي ما ينفعش قرايتنا للموقف ان احنا نقول انه يطلع ناس علينا يقولون ان النظام مرتبك وان الجيش يبدو مرتبكا، من غير ما نعترف ان احنا كمان مرتبكين، وان احنا عشنا في فتره لم يكن لاي احد مساحه للحركه او مساحه لان يبقى في تيارات بجد ويبقى تفكير بجد، وبالتالي نحن مرتبكون جدا. وما تبقى قرايتنا لده دي كويس قوي ان احنا نطلع افكارنا من الروح الثوريه ومن الحماس اللي موجود عندنا، لكن كمان لازم نبدا من الارض، ولازم نشوف احنا ناقصنا ايه وايه المطلوب مننا في الفتره الجايه. السوشيال ميديا لفتره طويله جدا كان انا جنب شغلي كنت اكتيفست في مساله السيفل سوسايتي، وفاكر ان في مؤتمرات كتير كنت بتكلم انه السوشيال ميديا حاجه مهمه جدا ولازم ناخد بالنا انه لازم يبقى فيه ماتيريالز بكواليتي كويس، ولازم نفعل فكره السوشيال ميديا. وكان دايما التعامل مع الميديا من المجتمع المدني عباره عن قناه كذا اللي جايه تغطي، او الفيلم اللي هيطلع فيه رئيس المؤسسه ويتكلم عن انجازات المؤسسه، وبالتالي ما حدش هيبقى مهتم غير الناس اللي حاضره في المؤتمر. اعتقد جه الوقت واثبتت الثوره انه السوشيال ميديا اداه مهمه جدا لازم نشتغل عليها. واذا كانت السوشيال ميديا وما كانش الفكره بانه حد معاه احسن كاميرا في الدنيا، الراجل اللي كان ماسك الموبايل بتاعه جنب الحدث المهم كان عنده اهم شوت، بغض النظر عن اهميه الكاميرا اللي معاه او دورها عامل ازاي او الكرو الكبير اللي معاه. وكل الفيوز لما بنبص على فيسبوك ولا يوتيوب، الحاجات اللي عامله 3 مليون و4 مليون فيو هي عباره عن فيديوز حد مصورها بكاميرا الموبايل. واذا كانت السوشيال ميديا اشتغلت في الفتره اللي فاتت في انها تاكد الجزء بتاع حماس الثوره، فلازم نوع المنتج الاعلامي اللي هيبقى الفتره الجايه ما يبقاش خالص بيقول انه شهداء 25 يناير ماتوا في احداث يناير. يعني مش ده نوع الفن او مش ده نوع المنتج اللي احنا عايزينه، لان اعتقد انه التعامل مع المتلقي على انه غبي للدرجه دي، يعني ده تعامل اعتقد انتهى والمدرسه دي انتهت. وبالتالي جه الوقت ان احنا نعرف ان احنا محتاجين نعمل اويرنس بشكل كويس. اويرنس في اتجاه، مش في اتجاه تيار فكري معين، على قد ما في اتجاه انه ندفع لمجتمع مدني، مجتمع او لدوله مدنيه، دوله مدنيه بتضمن انتقال سلمي للسلطه، وبتضمن انه دايما يكون في ضمانه ايا كان التيار اللي هيحكم لفتره ما انه الانتقال ممكن يحصل لو الشارع متعاطف معاه، وبالتالي حتى يضمن لاكثر الناس تشددا حتى في التدين ان هو يمارس حياته بشكل عادي جدا، لكن بما لا يمس مدنيه هذه الدوله. واعتقد من المبكر جدا، يعني عندي رؤيه شخصيه انه الثوره دي عامله زي كهرباء السد العالي، التيار اللي حاول ياخدها لنفسه هيتحرق. وبالتالي مش وقت ان احنا نتكلم على الحزب السياسي وكذا، لانه في 30 سنه ما كانش عندنا اي نوع من الاحزاب السياسيه، وكانت الاحزاب السياسيه كانت شريكه في الوضع اللي عمله النظام بشكل كبير جدا، انها كانت بتكمل الصوره الديمقراطيه الغير حقيقيه. وبالتالي ما ينفعش تطلب من الشباب اللي هو روحوا انضموا الاحزاب من غير ما الاحزاب تبين كرامه زي ما بيقولوا، او تطلع احزاب جديده تقدر تدعم او تدفع الشباب انها تنضم لده. وحتى يظهر ذلك على الاقل كل واحد فينا بيؤمن بانه احنا مش عايزين اللي حصل ده يتكرر مره تانية، لازم ندفع في اتجاه هذه الدوله المدنيه اللي بتكفل لكل واحد انه يعبر عن
حرية رأيه وتفكيره وأراءه بشكل منظم جدا وبدون تعدي عليه أو تعدي على حقوق الناس التانية. أعتقد أنه السوشيال ميديا أداة ممكن تشتغل في الفترة الجاية، أداة من خلال بدل ما زلنا برضو في مرحلة الراجل القانوني الكبير اللي بيقول كلام يظل مقعر جدا، أعتقد أن السوشيال ميديا حاجة تقدر، مطلوب أنه هو يبقى موجود في التوك شو اللي يتكلم فيه لمدة ساعة إلا ربع، لكن مطلوب كمان يبقى فيه فيديو دقيقة بيقول يعني إيه دولة مدنية، وفيديو دقيقة تانية بيعرف إيه التعديلات اللي في المادة كذا في الدستور وإيه أهمية الدستور وليه تروح تنتخب. وأعتقد ده جزء هيدفع يعني هيعمل فكرة الأويرنس دي، علشان أنا برضو شايف أنه في الفترة اللي فاتت احنا بنتعامل على انه في ناس بتطلع تقول مصر اتغيرت 180 درجه، وده مش حقيقي، والبعض بيتعامل على اللي حصل على اننا كسبنا كاس افريقيا وده ما حصلش، نزلنا في الشوارع وعملنا الاعلام وده كويس جدا، لكن احنا ما كسبناش كاس افريقيا، والناس قد تحبط جدا لما تكتشف ان الكاس مش هيجي دلوقتي، الكاس هيجي بعد 5 سنين 6 سنين. وبالتالي المطلوب ان الناس تبقى فاهمه كويس انه الثوره ما انتهتش، وان الجزء الثاني من الثوره هو المشاركه، وجزء منه هتقوم بيه السوشيال ميديا من ناحيه، لكن جزء منه هتقوم جمعيات كل حد من الناس الموجوده او جهده كشخص او دوره في العيله في حاله التوعيه اللي احنا عايزين نخلقها وننشرها بين الناس، عشان يبقى فيه الكتله الكبيره اللي بتدعم المدنيه على اختلاف اتجاهاتها الفكريه. ده بشكل عام اتمنى ان هيكون عندنا ورك شوب مكثفه على فكره السوشيال ميديا وشغلها في الفتره الجايه في خلال اليومين الجايين في المؤتمر، يعني ممكن نتكلم فيها اكتر، لكن سعيد ان احنا على الاقل جه الوقت اللي نتكلم فيه على السوشيال ميديا كتول مهمه، من غير ما تبقى الميديا هي عباره عن الناس اللي هتيجي تغطي الحدث وتطلع صورنا ونقول ان احنا مبسوطين قوي وحد يكلمنا يقول انا شفتك في الجورنال الفلاني او في التلفزيون الفلاني. شكرا. شكرا يا كريم. طبعا اهميه السوشيال ميديا يعني حدش هيغفلها خالص بالنسبه لان الثوره دي، زي ما مغني مشهور جدا امريكاني اسمه بون جوفي قال ان حاجه صغيره كده زي الفيسبوك تعمل ثوره في بلد 80 مليون، فيعني ثانك يو فيري ماتش، وفعلا احنا محتاجين نشتغل. وعلى سيره الكلام ده، احنا بقى لو نفتح النور بقى يعني عشان خلاص كده احنا مش بريزنتنج اني ثينج، مش هن شكرا. عايزين نفتح الحوار. احنا دلوقتي عايزين نسمع ارائكم واسئله، عايزين نسمع اكتر اراء، عايزين كل واحد يعني في فكره حاجه يتكلم فيها. ان احنا يعني هنتكلم فتره وبعدين قدامنا مثلا على اخر الجلسه هنقول احنا السيشنز بكره شكلها ايه، بس النهارده احنا عايزين نسمع الجمهور، فعشان برضه نلحق نسمع اكبر عدد ممكن يا ريت يعني كل واحد يتكلم ما بين يعني دقيقه واربع دقائق، ما يطولش عشان يبقى في وقت نسمع الناس التانية، وفي نفس الوقت يا ريت ان يعني المواضيع اللي مثلا تثار ما تقعدش اثارتها عشان نغطي اكبر عدد من المواضيع اللي ممكن نعملها. فنبتدي. اتفضل. السلام عليكم. أنا أحمد رجب، محامي وخريج حقوق السنة اللي فاتت. إحنا لما بنتكلم ونقول الثورة مستمرة، فالثورة دي مستمرة علشان ما كانش ليها قائد من الأول، والطلبات الأولانية كانت بتتكلم على إن إحنا عايزين حرية وعايزين عدالة اجتماعية، لكن لازم لما نبتدي نفكر دلوقتي نفكر في بكرة. وهو ناس كتير طلعت بثورات مشابهة والجيش ساعدها، او الجيش عمل انقلابات كتير قبل كده زي ما حصل في موريتانيا وزي ما حصل في السودان. بس المشكلة ان لو الشعب عرف طريق الشارع ولم يعرف غيره مفيش نظام بيستقر، لان اي نظام بيبقى ليه الحاجات الكويسة ويبقى ليه الحاجات الوحشة، اي نظام بيبقى ليه المؤيدين وبيبقى ليه المعارضين. لو كل ما هحس ان النظام اللي موجود ظالمني هنزل الشارع واسقطه بالمظاهرات وبالقوه، يبقى عمري ما هبني اقتصاد كويس وعمري ما هبني وعي كويس. اللي احنا عايزين نشتغل عليه دلوقتي كشباب، الرؤيه بتاعتنا لازم تكون في توعيه الناس. الناس اللي طلعت في الشارع هم مجموعه من الشباب، مش كلهم
عندهم الوعي الكامل بايه هي السياسه وايه هو النظام اللي انا عايز اختاره بعد كده. في فيهم فئه كبيره جدا عارفه يعني ايه سياسه وعارفه يعني ايه نظام برلماني ورئاسي والكلام اللي موجود, وفي ناس مش عارفه لكن كانت حاسه ان في ظلم واقع عليها وعايزه تغير. لكن ما زلنا الجزء الاكبر من الشعب ناس اميين, وان كانوا مش اميين قراءه وكتابه الا انهم غلابه وبسطة, وبرضو لو واحد جاء وادهم 50 جنيه هيروحوا ويحطوا صوتهم في الانتخابات للشخص اللي ادهم 50 جنيه, وبرضو مش هيختاروا الشخص اللي بيتكلم معهم في الاقتصاد وفي السياسة, لا ده هيختاروا الشخص اللي بيتكلم معهم ان هو هيسفلت له الشارع او هيشغله ابنه. الناس دي لازم تتوعى وتعرف ان الثورة القادمة الثورة المستمرة بحق هي الثورة في صندوق الانتخاب. انا اعمل حسابي ان بكرة لو النظام ده مش عاجبني اروح اعمل حاجتين, الاولانية ان انا اقف احمي صندوق الانتخاب علشان اضمن نزاهته وانه ما يتزورش, والحاجة التانية ان انا ما سيبش صوتي ابدا وما حطوش, ما هو ما ينفعش بعد ما عملنا كل الكلام ده ما نحطش الصوت. دي نقطة. النقطة التانية في الفساد. الفساد وان كان جزء كبير منه بيجي من فوق الا ان الجزء الاكبر من عندنا. الفاسد ما بيبقاش فاسد بين يوم وليلة, الفاسد بيبقى فاسد لما حد مننا بيديله رشوة او لما حد مننا ما بيحاولش يصلح الفساد اللي هو فيه وما يلاقيش حد من فوقه يمنعه. فانا لو انا مش لاقي حد يحاسبني ويقول لي خد بالك اللي انت بتعمله ده غلط, وما فيش حد من تحت بيقول للناس اللي فوقية ده في حد هنا فاسد او في حد هنا بيعمل حاجات غلط, هيفسد تاني وهنعيد الكرة من اول وجديد. يبقى نقطتين, نصلح من انفسنا زي ما احنا مقتنعين ان احنا صلحنا النظام من فوق, لازم نصلح نفسنا وما نسيبش الفساد يعدي من قدامنا وما نسيبش اي حد يضيع اي حاجة حصلت, وفي نفس الوقت لازم نحمي حريتنا ولازم نحمي سياستنا بان احنا يبقى عندنا وعي وان احنا نشارك في الانتخابات وتبقى الثورة القادمة من الصندوق. شكرا. شكرا لك. الحقيقة كلام هايل, وكنت برضو حابب اضيف ان الوعي يعني لما بنتكلم الثورة مستمرة, الثورة مش مستمرة في ميدان التحرير ولا في الارض, الثورة مستمرة في العقول وفي شغلنا وفي انجازنا للبلد. بس اشكرك على المداخلة الهايلة دي, وناخد حد من الناحية دي. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحيم. محمد علي طبيب. انا حبيت بس اقول حاجة مهمة جدا يا جماعة على ثورتنا. احنا طلعنا يوم 25 وطلعنا وحققنا اللي احنا عايزينه, وموضوع هل الثورة مستمرة زي ما هو قال مستمرة في الشارع او مستمرة في العقل, للأسف الشديد جدا احنا دلوقتي في مشكلة بتواجهنا وهي ببساطة ان احنا تقسمنا. احنا دلوقتي في مننا 17 حزب بنأسسه, كل واحد انا عندي مبادئ كذا 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 جدا يا جماعه, انا خلاص انا احسن واحد وانا الليدر, انا اللي طلعت عملت 25, وكمان 130 الف شخص طلعوا في جنب وقالوا لا احنا يا جماعه مش هننضم لاحزاب واحنا لوحدنا, فخلاص احنا لا احزاب. وفي نفس الوقت الجانب الثاني بيقول احنا 17 حزب, احنا تقسمنا كتير جدا واتفاجئنا ان في حاجه اسمها ثوره مضاده وبنتكلم. الجيش طلع قال مفيش ثوره مضاده, اه مفيش ثوره مضاده بس للاسف في ناس قبلنا معاهم فلوس ممكن يطلعوا حد يحاربنا. ايوه للاسف ان في ناس احسن مننا وفاهمين عننا في اللي فات لسه ماسكين. احنا مسكنا الناس الكبيره ومسكنا ممكن بعضهم مش كلهم, وفي ناس لحد دلوقتي احنا خايفين نروح جنبهم سواء لمعاونه بره او سواء لمعاونه جوه او سواء لحد دلوقتي احنا مش عارفين هنهاجمهم بايه, او ما حدش اساسا عنده دليل ان هو يقدر يدخلهم زي بعضهم في السجن. بس احنا دلوقتي فرقنا, الثوره المضاده هتضيعنا. فأرجوكم بعد إذنكم سواء كنا 17 حزب سواء كنا بعيد عن الأحزاب فياريت كنا نبقى إيد واحدة. شكرا. يعني برضو حاجة قبل ما حضرتك تتكلم, بس إن التقسيم ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ التقسيم بالنسبة لإيه؟ هل ال 17 دول حاجة يكملوا بعض أو يبقوا في اختيارات مختلفة, ولا حضرتك قصدك على ان تقسمنا فالثوره هتضيع؟ انا يعني هدي لك فرصه انك تتكلم في الموضوع ده, بس عشان باشمهندس او يعني استاذ كان واقف. اتفضل.
أحمد مصطفى، استشاري اقتصادي اجتماعي، وكنت من المشاركين في الثورة، وكنت من المشاركين في منتدى الإصلاح من نشأته هنا في اسكندرية. أول شيء أنا عايز أقول واضح أن حصل فيه تغيير جذري في المكتبة، لأن طبعا كان الجلسة الافتتاحية دايما بيفتتحها علي الدين هلال، وهو طبعا كان شخص غير مرغوب فيه، وأنا قلت الكلام ده من 4 سنين للقائمين على المكتبة هنا وما كانش بيسمع كلامي. واحد واخد 0 مونديال، يعني ما عندوش فيزابيليتي، كان بيجي وبيعمل جلسة افتتاحية. طبعا السنة دي is a big change، في تغيير حصل. نتكلم عن المظاهرات. المظاهرات آلية رقابة، طالما احنا 9 أجهزة في مصر للرقابة لسه ما تفعلوش او ما اشتغلوش بالشكل. احنا عندنا 9 آليات رقابة. انا بشتغل كاستشاري اقتصادي اجتماعي بشتغل كمترجم قانوني في بعض هذه الأجهزة. فـ9 آليات رقابة في مصر هيبتدوا يشتغلوا ان شاء الله، لان احنا عندنا 2000 شخصية فاسدة بـ2000 ملف فساد داخلين في شغل كده زي النتورك، صعب جدا تفكيكهم. فبرضو انا عايز الناس يعني ما تبقى سخنة قوي وكده نصبر. انا مش بصبر ان انا اقول لا، عندنا الشارع وعندنا احنا في 2 أسبوع غيرنا حكومة احنا ما كناش راضيين عنها، منهم كانوا 7 بيجوا هنا كانوا فاسدين برضو، ومش عايزين نجيب اسمائهم ايه ان احنا عارفينهم بالاسم. في لغط بيحصل دايما انه الثورة هي لا، الثورة دي يا جماعة تراكمات، ومش البوعزيزي هو الاول، لا كان في قبل كده حاجات كتير واحداث سياسيه واحداث اقتصاديه اقتتمت بخالد سعيد والتزويب اللي حصل في الانتخابات، ثم حرق الكنيسه الذي تم من امن الدوله. حرق الكنيسه دي، وانا كنت من اول الناس اللي كتبت، لان كان في ادبي وعلقت على شاشه الجزيره اكثر من 7 مرات باسم احمد مصطفى من اسكندريه، انه هذا الموضوع كان يتم ممارسته في شيلي مع بينوشي وفي نظام كارلوس مينون في الأرجنتين في 90s، وهذا موضوع مفروغ منه. وفي أحد المخرجين اليونانيين اسمه كوستا جافا تكلم عن هذه الظواهر بصراحة، بالإضافة إلى مخرجنا العظيم يوسف شاهين اللي مجد ما حدش جاب سيرته وتوقع بهذه الأشياء أن تحدث. أنا شايف ممكن أضيف كلمة دي، ودي من الحاجات اللي احنا عايزين برضو أن يتسر في الأوقات الجاية. هل موضوع الكيسة ده ايه مدى المصداقية بتاعته؟ امن الدولة يا سيدي فاضل اس، يعني ما احنا ده اللي احنا بنطالبه من الجهات اللي بتحقق دلوقتي. بالزبط. عايزين نعرف مين المتسبب في الفجوة الأمنية طبعا. ده برضو الحاجات ما سمعناش النهارده، لهينا بقضايا فساد يعني هايفة. بالظبط. وفين لا لا هايفة ولا نانسي بقى حاجة تانية. وفين فاحنا عايزين كشعب ما نشتتش رؤيتنا ونفضل مركزين احنا عايزين نروح فين في المستقبل، ونفضل مركزين برضو الناس اللي يعني اللي عملوا الفجوة الأمنية اللي طلعوا موقعة الجمل دول، الحاجات اللي تمت دي فين؟ فين الحقيقة؟ فين الحقيقة ورا الكنيسة؟ التقسيم ما بعد الثورة ده شيء مش وحش، لأن طبيعي. حتى بعد الثورة الفرنسية، بعد الثورة 19 طلع من حزب الوفد 4 أحزاب، لازم يبقى فيه تقسيم، لازم يبقى فيه اختلافات في وجهات النظر. احنا مش كلنا ستيريوتايب، وانا همنع ان احنا نبقى يعني احنا المفروض كلنا نمنع ان احنا نبقى ستيريوتايب. كل واحد بقى حر دلوقتي يختار الجهه او يختار المجموعه، بس بشرط ان احنا بنسعى لهدف واحد. اهم شيء دلوقتي نسعى له ان يبقى عندنا دستور قوي، جه مهما جه الجن الازرق رئيس او حزب او نقدر نسقطه بموجب القانون وبموجب هذا الدستور القوي اللي احنا لازم نسعى له، وهيكون هذا الدستور دستور مدني محترم يحترم كل الاديان وكل الطوائف. دستور قوي وشعب عرف معنى الحريه. شكرا جزيلا، والبقيه بقى في السيشنز. كان في حد؟ طيب يعني اتفضل. استكمالا لكلام بس بقى الاسم بس عشان احنا بنكون الافكار دي كلها. اسمي مصطفى عباس، امين عام جمعيه اهليه في اسكندريه اسمها عيون مصر. في شيء كنا كل سنه بنتكلم عنه، انا هايل جدا ان يبقى عندنا رؤيه طويله المدى، وبقول عايز مشاركه سياسيه. وطويله المدى دي انا بقول كمان 6 أشهر. انا بالنسبه لي طويله المدى، انا هنا دلوقتي منتدى الشباب العربي بأن ده السادس بسم الله ما شاء الله. ممكن حد يقول لي من 5 سنين الأول إيه اللي حصل في التوصيات بتاعته؟ الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. ده واحد. سنة 2008 كان معانا طبعا الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ فاضل جامعي مش هاجي جنبه سياسيا. وكان جنبه على المنصة الأستاذ الدكتور صفي الدين خابوش رئيس المجلس القومي للشباب، أهلا بيه برضه.
وكان موجود في الجلسة دكتور محسن يوسف، كان موجود للأسف مشى، وكان موجود كل شباب العربي ومسجلة بالصوت والصورة. وأعلننا وقلنا لازم يبقى فيه لنا موقف، التوصيات فين لازم تتنفذ. مجموعة من الشباب كلفوني أنا ومجموعة من الزملاء ودكتور علي الدين هلال شكل اللجنة دي وإحنا موجودين، وحددوا معاد. رحنا المعاد، القاعة مغلقة، الآنسة الفاضلة المسؤولة في مكتبة الأسكندرية المعينة اللي بتتقاضى مرتب قالت لنا في وجود دكتور محسن يوسف: أنا بعمل بمزاجي اللي أنا عايزاه. ووقفوا المتابعة. كان في مجموعة من المشاريع والشباب جاهزة وكانوا بيجوا يجتمعوا في المكتبة، كل شيء وقف. احنا عايزين نقول للقديم خلاص انتهى، في صفحة جديدة. فين التوصيات القديمة؟ فين اللجان اللي هتتابع ده؟ النهاردة لما حد بيجي بيقدم اي بروبوزل لأي جهة منحة، في نقطتين اساسيتين. رقم واحد، ايه هي؟ فين متابعة؟ فين المتابعة؟ المتابعة بتاع التنفيذ ده، وبعد كده الاستمرارية بتاعتك. ما انا مش هديك فلوس وتنتهي. النهاردة فلوس الحكومة المصرية بتنتهك، النهاردة ايه اللي حصل؟ فين الاستمرارية؟ فلوسنا النهاردة، المؤتمر ده حصل السادس، السنة الجاية لما يبقى فيه سابع هصرف فلوس بالملايين واقول اه عشان الشباب يقعدوا يجتمعوا وما فيش نتيجة؟ شكرا. طيب احنا عشان بس اوكي ممكن احنا نيجي نقف، يعني نحاول نيجي ناحية المايك عشان برضو لا عشان احنا في واحد واحد اوكي فاين خلاص، هي الاستاذة هتتكلم. بس عايزين نقول حاجة، يعني احنا برضو ده في حرية تعبير وهنتكلم، يعني ما اعتقدش ان احنا، يعني مع ان احنا كلنا مش مبسوطين بالنظام السابق ورموزه، يعني ان احنا يعني نديهم اكتر من كده من وقتنا. احنا زي ما قلنا عايزين نبني ونبص على المستقبل، وهم لو احنا اتكلمنا عليهم مثلا، انا ما بعترضش على اللي قال يعني، بس يعني خدوا اكتر من حقهم بصراحة من البلد ومن وقتنا يعني. ف let's look forward، او نبص للامام، وادي لك المجال. مرحبا، انا زينة الصالحاني من لبنان، مسؤولة مشاريع هانديكاب انترناشونال ببعثة لبنان، وناشطة حقوقية فيما يتعلق بشؤون اللاجئين بلبنان. انا عندي ثلاث نقط بدي احكي فيهم بس بشكل سريع. اول شيء للي قال انه نحن لازم نحط قائد، انا بحس انه نحن شعوب بحاجة لقياديين ومش لقائد، لحتى يكون هو جزء من النظام بس مش هو على راس النظام. اوكي هو يكون قائد بس له حدود وصلاحيات، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما حضركم عرفتوا عن حالكم انتوا رؤية مصر، مين انتوا ومين كلفكم تحطوا رؤية مصر ومين هن الممثلين بهيدي المنظمة؟ هيدا سؤال كتير لازم ننتبه، لانه اللي بدي اقوله احيانا نحن عندنا كثير مشاكل، ومش بس عم بحكي على صعيد مصر، على صعيد العالم العربي. فدائما بنهدف للتغيير بدون ما نحط حدود لهيدا التغيير، فمننتقل بتطرف، والتطرف بيرجع بيوقعنا بمشاكل اكبر. هلا اذا بدكم تقولوا لي هيدي المنظمه هي شبابيه، كثير مهم، بس الشباب هن جزء من مصر وما بيمثلوا كل مصر. اخر نقطه بدي احكي فيها، انه انا السنه الماضيه حكيت بموضوع الشباب ذوي الاعاقات باكثر من جلسه، وما حسيتها طلعت بالتوصيات، ولحد اليوم انا ما شفت شباب ذوي اعاقات ممثلين بهذا المنتدى، مع انه هن نسبه كثير كبيره. وحتى اصلا المكتبه انا اليوم كنت عم بتجول فيها وانتبهت انه هي مكان اكسسبل، سو كثير مهم انه ننتبه لهيدي الشغله. فلما بدنا نطالب بالمشاركه، نحن على القليلة كهيدا النشاط نكون عم نشارك كل العالم، ما عم بنهمش حدا. بس في كمان شغلة، آخر نقطة،
الشباب ذوي الإعاقة بمصر كان عندهم مشاركة فعالة بالثورة، اللي عندهم physical disabilities والشباب اللي عندهم مشاكل يعني الصم والبكم، الصم والبكم. هيدي الأشياء ما بينت كتير بالإعلام إلا للناس اللي كانوا عم بفتشوا عن دور هيدول العالم اللي هن إذا أنتم مهمشين هيدول أكثر تهميشا. وبتمنى السنة الجاي ما نرجع نهمشهم بالمؤتمر. وشكرا. شكرا لك. وانا عن نفسي برضو بدعو المنظمين بالنسبه للمؤتمر في السنوات القادمه، يعني بصراحه حته الحياه الكريمه لجميع افراد الشعب المصري بما فيها المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه من الحاجات المهمه المفروض ناخدها. ردا على برضو سؤال وجيه جدا، مين رؤيه مصر وانتوا ايه اللي اداكوا مكنكم انكم تسالوا او تحطوا رؤيه للشعب المصري؟ فاحنا بصراحه احدى الجهات او احدى المجموعات اللي كنا واقفين مع بعض خلصت الثوره او طلعنا قلنا احنا لازم نبني للمستقبل، تعالوا يا جماعه نحط رؤيه. قعدنا مع ناس كتيره تانية برضو بتحط نفس الموضوع ورؤيه تانية، والحلو فيها ان احنا شغالين وهم شغالين والناس كلها شغاله، بحيث في الاخر يبقى في اكتر من رؤيه. احنا عايزين الناس كلها تفكر، يبقى في اكتر من قياده. نيجي احنا كمجموعه قلنا ان احنا مش عايزين نخش في السياسه، احنا عايزين نلعب دور الناس اللي بتحلم وبتيجي تقول للسياسيين هل ده اللي عايزين نحققه. فرجنا برنامج الانتخابي بتاعك، فاحنا ما نمثلش الا نفسنا، وبالعكس يعني مفتوحين الافكار، وفي نفس الوقت بنحاول نتواصل مع اكبر عدد من الناس بحيث ان احنا يبقى الافكار كلها بناءة وبتغذي بعض، ويعني بندعوكم للتواصل والمشاركه. برضو عايز اقول حاجه، معلش يعني ده سؤال هايل وفي الصميم. احنا شباب خرج في الثوره زيكم، تعرفنا على بعض زي ما تامر بيقول، بس في حاجة إن الناس كلها خرجت في الثورة من غير قائد شخص فرد، ولكن في قيادة فكر، يعني فكر والناس متحدة عليه. فإحنا مش بنقود حد، إحنا بنشتغل زينا زي أي حد تاني، بس إحنا عندنا أمل إن إحنا نقدر نوصل النقاط اللي هي مختلفة مع الناس، وده لمصلحتنا ومصلحة أي كل الناس. يعني إحنا مش مفيش أي أجندات يعني، ولا كنتاكي ولا 20 جنيه ما خدتش كنتاكي، ما خدناش يعني، انا ما خدتش حاجه. ف هناخد كده وبعدين كده. السلام عليكم، انا شريف عصام الدين، انا كيميائي 26 سنه. حابب بس اقول للشباب اللي حاضرين معانا النهارده واللي ما حضروش ان احنا فعلا اتغيرنا. انا بستشهد بكلام الدكتور جمال حمدان في كتاب شخصيه مصر، كان بيقول ان الشعب المصري ده شعب قدري بيؤمن ان التغيير بياتي بالزمن. فعلا احنا اتغيرنا، احنا صبرنا 30 سنة على اساس ان التغيير يجي مجاش، اضطرينا نتغير. الجيل اللي ضيعنا هو الجيل المواليد الاربعينات والخمسينات، اللي هو ابويا وابهاتكم كلكم. الجيل ده صبر ازيد من لازم. جيل العشرينات والتلاتينات ده حكم وتنغنغ، ودلوقتي معاه مليارات، اللي انا معرفش المليار كام صفر، وانا راجل مهندس على فكرة. مواليد الثمانينات والتسعينات اللي هم احنا، هو اللي احنا اللي صنعنا الثورة. احنا يا جماعة مش عايزين بس نحجر على آراء بعض. زي ما بيقولوا الانتصار ليه أكتر من أب، والهزيمة ملهاش ولا أب. فاحنا مش عايزين نحجر على بعض ونقول احنا شباب الثورة، احنا ائتلاف التغيير، احنا مش عارف ايه. دي ثورة شعب. دي ثورة شعب، زي ما عبد الحليم قال حكاية شعب، دي حكاية شعب فعلا يا جماعة. وأنا بقول لكم كلنا لازم نكون إيد واحدة. الجيل بتاعنا ده فعلا جيل فيه جينات مختلفة. اللي قبلنا كانوا عايزين يعيشوا، كانوا عايزين يمشوا جنب الحيط، كانوا عايزين يمشوا في قلب الحيط. إحنا جينا غيرنا الرؤية دي وغيرنا فكر الناس دي، الناس دي وقفت معانا. لازم إحنا نكون قد المسؤولية اللي على كتافنا، ما نخليش حد يقول دي بتاعتي، دي مش بتاعت حد، دي بتاعتنا كلنا. شكرا. شكرا. دي فتحي ناشطه اجتماعيه. انا عاوزه اتكلم في يعني نقط سريعه كده. اول حاجه مبدئيا كان يعني احنا النهارده شفنا بعض رموز الشباب اللي كانوا في الحزب الوطني، احنا مش رافضينهم خالص، بس احنا بنرفض يعني، او انا بتكلم عن نفسي، انا مستفزني جدا موضوع ركوب الموجه يعني. فخلينا يعني ما يقدمولناش نقد بطريقه غير مباشره، او يعملوا بطريقه مش مفهومه كده. انا شفت ناس كتيره اعرفهم شخصيا، خليهم يعني لو هيحبوا يبقوا موجودين يشتغلوا، مش هيشتغلوا مش عارفه يعني. اوكي دي حاجه.
الحاجة الثانية انه في حاجة انا كمواطنة مسيحية عاوزة اتكلم في حاجة مهمة قوي وارجوكم اسمعوني. احنا كان في سيمينار اتعمل للتحرير من كام يوم وقلت نفس الكلام يمكن لو في ناس حاضرة بس انا بأكد عليه انه احنا من ساعة ما الثورة حصلت وكل اسبوع لو تلاحظوا عندنا فيلم شكر، يعني الاول عايشونا في جو الاجندات وبعدين فزاعة الاخوان، انا قعدت اقول لهم مين قال الاخوان اشرار يعني هياكلونا، وبعدين الاسبوع اللي بعده المادة التانية ما نفعتش طب يلا نشوف موضوع الدير، وهكذا من الافلام اللي احنا عايشين فيها مش بنفوق، وكل ده بياخد من وقتنا كلام. افتحوا البرامج شوفوا البرامج قد ايه مشغولة، شوفوا احنا قد ايه مشغولين في ده ما عملناش اي حاجة. فأرجوكوا أنا بدعو فكرة يعني شوفوا ممكن تتناقش إزاي لو ممكن يحصل حوار مفتوح بين الطرفين، مجموعات الشباب اللي عايزة تشتغل تبتدي تشوف إزاي يبقى في مجموعة للرد الوسطي على كل الحاجات اللي بتحاول تفرق، لأن أنا ضد أي حد يعني حتى الناس اللي بتعمل بوست للفيديوهات اللي بيبقى فيها مشاكل مسيحيين هم بيبقوا مسيحيين زمايلي، أنا بدخل أقول لهم لا، يعني إحنا دلوقتي البلد في حالة من الإعياء يعني زي ما يكون حد طالع من خناقة محتاج إن إحنا نشيله مش نشيله، فإحنا محتاجين بعض دلوقتي قوي. أرجوكوا يعني شوفوا الأفكار اللي ممكن تتقدم في ده. في حاجة مهمة كمان، احنا بعد الموضوع ده يعني يوم التنحي والاحتفالات كان الناس في الشارع كانوا بيسألونا بيتعاملوا معانا كأننا مسؤولين عنهم، فهتعملوا ايه فهمونا، لدرجة ان احنا كان يعني كان في سواق تاكسي بيقول لنا انا مش فاهم يعني هم نزلوا وعملوا طب احنا هنعمل ايه. فاحنا عملنا مجموعة يعني هتبقى فيها نوع من تثقيف العشوائيات، واحنا حتى قلنا ان العشوائيات مش مجرد العشوائيات كمناطق فقيرة ولكن اي مكان في فكر عشوائي، والمفاجأة ان احنا جالنا عدد مهم جدا من المتطوعين زادوا عن 1500 شخص، واحنا دلوقتي في صدد ان احنا بنعد اسلوب منهجي لتقديم دورة تدريبية للشباب اللي هتبتدي تنتشر، لان احنا لازم نبتدي نشتغل لان الكلام كتر قوي. فاحنا هنسيب لكم الموضوع ده لو ممكن يبقى فيه تلاحم وعايزين يعني الشباب يشاركون. شكرا. أحب تعليق سريع بس، احنا النهارده يمكن ممكن نعتبر نفسنا سنه اولى حريه، فمن الحاجات اللي لازم يعني نفكر فيها برضو ان حريه الراي مهمه وحريه التعبير وحريه العمل. فاحنا النهارده يمكن ناس كثيرة في آراء النهاردة أول مرة مثلا ممكن أتكلم وأعمل ومش عارف إيه وبتاع، فالناس كلها بتتكلم في كل الاتجاهات. الفكرة إن المفروض نبتدي زي ما قالت إن في آراء بتبقى مضرة للوطن، بس لازم نسمعهم ويسمعونا، ما نقدرش نقول لا ما نخلي الناس دول ما يتكلموش، أو دول النهاردة كله يتكلم وكله هنسمعه وكله هيسمعنا وهيبقى في حوار. لازم نبتدي نوعي الثقافة والمسؤولية للمواطن وللفرد وللمجتمع ان احنا ما نعملش فتنة ما نتكلمش في الحاجات، بس الحاجات دي لازم تبقى يعني تتخلق واحدة واحدة في اطار تنمية الثقافة. ويعني ما شاء الله احنا يعني في 18 يوم الثقافة دي راحت من الصفر يعني مستوى عالي قوي، فاحتمال يعني العملية مش تاخد وقت، بس لازم اننا نحترم حق الاخر في الكلام وابداء رأيه مهما كان رأيه ونسمع له، ولو عندنا رأي مخالف نتكلم معاه ونكمل. طيب احنا عندنا برضو عدد كبير ما شاء الله من الناس اللي عايزة تشارك، والساعة دلوقتي 4:05 الا دقيقتين واحنا عندنا وقت، فهناخد زي ما قلنا كده مرة من اليمين والشمال، وبعد كده في حد عايز يقول لنا حاجة يعني هنحطها في النص يعني، فناخد بيها بريك كده خمس دقايق ونبتدي. مش هقطر عليك، اتفضل يا فندم. انا اسمي يوسف فرداني، انا عايز اتكلم كلام هيزعل جدا يعني. يعني أول حاجة حضرتك ما بتمثلنيش، أنا بتكلم بصراحة مطلقة، يعني مجموعة رؤية مصر ما بتمثلنيش ولا أعتقد إن هي بتمثل كل الشباب اللي هنا، يعني شباب الريف، شباب سوهاج، شباب الدقهلية، مش حد بيتكلم باللغة الإنجليزية. فإحنا حياتك بتتكلم على سنة أولى حرية، وأعتقد إن موجود على المنصة أكبر احتقار في الدنيا إن الشباب كلهم مش موجودين. تاني حاجة، إحنا بنتكلم على بطولة زائفة، يعني كلنا ما كناش بنعمل حاجه، اللي كان بيعمل حاجه في اخر سنه، يعني من اخر خمس سنين انا قمت وحذرت
وقلت عليا دين هلال يا اسماعيل يا سراج الدين يا صفية دين الخربوش، قمت قلت عملت ايه من ساعتها؟ لغة التخوين دخلت السياسة المصرية، لغة التخوين مش هتخرج، ديكتاتورية الثورة وناس بتتكلم على ان الثورة بتقمع اي رأي معارض. انا احكي لك قصة شخصية، قصة ليا. انا باحث اعمل ماجستير من جامعة لندن، مدير تحرير موقع الحزب الوطني، مساعد امين الاعلام في الحزب. رحت اكتب بحث في الاهرام، مركز الاهرام للدراسات السياسية، على الثورة، على الحركات الاحتجاجية بحكم ان هي تخصصي. دكتور ضياء رسوان اعترض وقال يا جماعة لا، ده حزب وطني ما يكتبش. هي دي دكتاتورية الثورة اللي احنا بنتكلم عنها. الحقيقة انا عايز حاجة مهمة ان احنا نتكلم عنها. انا رأيي ان المفروض المكتبة تطلع بمشروع متكامل لدعم الثوار الشباب في الوطن العربي، ثوار في مصر وفي تونس وفي الدول العربية التانية. احنا عندنا خبرات كتير ممكن نقدمها ليهم. المكتبة ممكن تقوم بدور فاعل في كده، تقدم بقى دليل تدريبي، تقدم مانوال، تقدم دعم مادي. اعتقد ان في شباب في الدول العربية كتير مش عارفين يقوموا بدورهم في ازاي ياخدوا الحرية، ازاي يتخلصوا من بعض الانظمة اللي فيها تسلط وفيها فساد. شكرا. 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 اشكرك على رأيك، وياريت نخلي لو بنتكلم في حوار ما نستعملش مثلا يعني الفاظ خارجة ونعمل بعض كويس. شكرا. وبعدين بس عايز اقول حاجة، احنا ما حدش قال ان احنا بنمثل حد، يعني احنا بنساعد في تنظيم لل يعني الم... يعني احنا بنساعد ان ننظم مؤتمر. احنا يعني لا ندعي اننا نمثل حد ولا ندعي اننا نمثل حد. واكبر دليل اننا نوصل ان لازم في حد يقول يطلع مين يتكلم، بس احنا ما بنمثلش حد. معلش اول مره ما ياخدوش الليد. احنا انتوا يعني لو انا شاب واقف وتامر والمجموعه دي واخدين الليد في او القياده في ده، ومش علي الدين هلال ومش الحزب الوطني ومش عارف ايه، والبشمهندس اللي طلع يتكلم وقال انا حزب وطني واحنا بنكره الحزب الوطني، بس هو يديله فرصه انه يتكلم يقول ان احنا ناس ديمقراطيين ولا احنا بندعي بطوله ولا اي حاجه. فيعني الموضوع ان احنا نسمع بعض ونساعد بعض، واحنا لا نمثل احد، احنا بنساعد في اداره الحوار. That's it. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد مجدي، جامعة القاهرة، قسم الجغرافيا، وعضو بالمجلس القومي للشباب، مكتب شباب المستقبل. أنا عندي حلم حابب إن أنا أقوله، كان من شهر تقريبا كان حلم إن النظام يتغير، والحمد لله الحلم اتحقق. دلوقتي أنا عندي حلم تاني إن فلسطين أشوفها فلسطين، ما أشوفهاش قطاع غزة، أو أشوفها ان شاء الله من خلال الحوار والبرامج الانتخابيه وطلبات الشعب. هو ده الفكره، ان احنا النهارده المفروض النظام يمثل رغبه الشعب. الشعب عايزين ايه؟ كل واحد يعرف هو عايز ايه، كل واحد يختار المرشح اللي هيتكلم على يحقق له حلمه. احنا النهارده مين اللي بيحكم؟ كان قبل كده الواحد لازم بيتعين، لو محافظ ولا غيره بيتعين من رئيس الجمهوريه، يبقى لازم يخدم رئيس الجمهوريه عشان يفضل في موقعه، ان ممكن مجرد قلم يشيله او مجرد قلم يعمله وزير اسكان. النهارده اللي هيعين المحافظ ولا رئيس الجمهوريه حتى الشعب، يبقى اللي هيجي بعد كده لازم يخدم الشعب عشان الشعب يفضل حطه في مكانه، يبقى لازم يسمع للشعب ويتعلم ان يسمع رغبات الشعب. فاحنا ان شاء الله نركز نبني بلدنا، ونبني بلدنا صح، ونعلم الاجيال والاطفال الصح والغلط، وباذن الله كل شيء هيتم. شكرا جزيلا. برضه جاء في طلب من احمد شعيب، خلاص قلت اسمه يعني. تحديد محور محدد للنقاش حتى يتم الخروج بنتيجه عمليه يتم تنفيذها على ارض الواقع. احنا دلوقتي فاتحين الكلام للناس، كل اللي عايز يقول حاجه يقولها. يعني احنا كلنا بنتكلم على مصر والثوره، وفات 30 يوم على الثوره وهنعمل ايه. فده محور الحوار. قبل النهاية بنص ساعة هناخد بريك، هنسمع شعر، وبعدين هنقول هنعمل ايه في اللي جاي، عشان ناخد برضو رأيكم كده سريعا لو في اقتراحات او اي حاجة. فانا شايف ان العدد كبير جدا، وكان في اقتراح ان لو حد عايز يطلع on stage يعني معرفش على المسرح لو عايزين، عشان بس ما يبقاش شكلنا احنا مستأثرين. تعالى تعالى يا باشا. فانتوا احنا ما خدناش من هنا؟ طيب معلش، تعالى اتفضل وتعالي حضرتك. يعني انا شايف انه اتفضل حضرتك. Take your...
السلام عليكم. معاكم اخوكم محمد طه، مواطن مصري زي زيكم. شايف ان كل اللي حصل من 30 سنة وممكن من ايام المماليك السبب فيه مش الحكام بس، السبب فيه احنا كاشخاص. ويمكن بهني زميلي المحامي اللي طلع اتكلم وبشكره جدا على اللي فكر فيه، لان شيء انا كنت بفكر فيه. بس قبل الجزئيه دي هتكلم في جزئيه مهمه جدا. يا شباب، فين ثقافه الاختلاف؟ فين لما حد يغلط فيا او يكلمني باسلوب مش كويس انا اقبله، وجهه نظر هو احترمها، قد تكون صح وقد تكون خطا. احنا 85 مليون، هات في ال 85 مليون دول كم واحد فاهم يعني ايه ثوره شباب؟ في ناس في الشارع اعتبرتها غضب عام. في واحد كان واقف انا كلمته وقلت له انت ايه رايك في اللي بيحصل؟ قال يمكن عشان العيش مش حلو. لا مش بهرج، انا مش بهرج. الجزئيه الثانيه ودي مهمه ودي اللي انا عايز اتكلم فيها. انا عندي مشروع قومي، مشروع قومي. يا شباب تعالوا نثقف اهلنا، نثقف الناس اللي في الشارع، نروح لكل واحد نعرفه ازاي تختار عضو مجلس الشعب بتاعك. هتختاره على اساس لغات، شهادات، منصب، فلوس، ولا هتختاره على اساس المعيار الشخصي؟ تختار ان انت تروح له تقول له في مشكله في المكان الفلاني، اعرضها لي على مجلس الشعب هيعرضها. ازاي تختار رئيس الجمهوريه؟ ايه هي المعايير اللي هتختار بيها رئيس الجمهوريه بتاعك؟ ايه هي المعايير يا شباب اللي هتختار بيها رئيس الجمهوريه؟ سواء مدني سواء عسكري، في النهايه هو مواطن مصري. ايه هي المعايير؟ والجزئيه الثالثه بالنسبه للاحزاب. احد الزملاء تكرم وقال ان في 17 حزب. اوكي انا مع تعدد الاحزاب مفيش مشكله. بس يا ريت نعرف ايه هو الحزب السياسي، وامتى الحزب السياسي ايه هدفه؟ هدفه الوصول للحكم. طب انا مع هدفي وصول الحكم وهدفي سياسي، طب مين الاشخاص اللي انا هخاطبهم؟ لازم الحزب السياسي يوصل للناس. كل حزب سياسي بيقاس بجماهيريته وبالحاجات اللي هيقدمها للاشخاص. لو انا مش هنجح كاشخاص ومش هنجح في الوصول للشعب المصري او المواطن المصري، يبقى انا اذا حزب فاشل. السنين اللي فاتت كان الحزب الوطني موجود هو الحزب الوحيد او الاوحد. بقيه الاحزاب قالت احنا مش موجودين او مهمشين. طب انت ليه ما نزلتش وسط الناس؟ اوكي. وانتشرت. وشكرا. ثانك يو. اشكرك. احنا دلوقتي فاضل نص ساعة وبعد كده يعني عايزين نستكمل الكلام. ف ايوه يا فندم. اما طبعا في كلام لازم يترد عليه. طيب ما هو هندي ده؟ لا ما خلاص احنا خلاص يعني دلوقتي هندي كل واحد اقل من دقيقة، يعني 55 ثانية. مكان جد يعني. وبعد كده هنقطع المايك عشان تشوفوا بقى الديمقراطية على اصولها. لا فيعني بجد الله يخليكم، عشان احنا فعلا قدامنا وقت قليل وفي ناس كتير عايزه تتكلم. هناخد من هنا وبعدين الاخ من الجزائر. اوكي؟ نعم. بسم الله. اه انا اسراء هيمن، طالبه في ثالثه اداب اعلام. انا كنت عايزه اتكلم في نقطه ممكن ناس كتير تختلف معايا فيها، بس هي لازم تكون موجوده. بالنسبه للاحترام او الانقسام، اول حاجه احنا لازم نحترم نفسنا مننا فيها. الشرطه يا جماعه، الشرطه اذت ناس كتير، انا عارفه ومتاكده وشفت بعيني، بس ما ينفعش ان احنا نهمشهم من الشعب. انا كنت ماشيه عند نفق الابراهيميه، كان مكتوب الشباب اما نظفوا الشعب والشرطه والجيش ايد واحده، شطبوا كلمه الجيش عملوا عليها اكس وكتبوا فوقيها قتله. ما ينفعش احنا هنهنهم، هم مننا فينا، هم اخواتنا اهالينا. إيه مهما اختلفتوا يا جماعه، مهما اختلفنا، بس هم مننا فينا اكيد. على فكره انا كرايي الشخصي، انا ما اعرفش حد من الشرطه، يعني
ما بحبهمش قوي، بس هما مننا فيها لازم يكون ليهم احترامهم ونسيب لهم فرصتهم. تاني حاجة، يا ريت اما نتكلم عن رئيسنا السابق نقول الرئيس السابق مبارك، قاتل ايا كان معلش لازم نحترمه. يا جماعة حتى لو اختلفتوا معايا براحتكم، بس دوت كان رئيس مصر لتلاتين سنة، لو احنا غلطنا فيه هنسيب فرصة لبرا يغلطوا فيه. شكرا. طيب عايزين بس معلش هنتكلم حضرتك، بس برضو نحاول عشان نطلع بحاجة على ارض الواقع، يعني حاولوا تحطوا في الكلام في ال 55 ثانية، يعني عند الثانية ال 25 كده، تقول لنا يعني تصورك ايه، انت عايز تشوف ايه في المؤتمر ده، يعني عشان احنا هنشرح لكم دلوقتي ورش العمل هتشتغل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عبد الفتاح، مواطن مصر. خلينا نتفق في الاول ان احنا كلنا بنحب مصر، هنختلف هنتفق بس في الاخر كلنا بنحب مصر. ابو القاسم الشافعي قال حاجه كويسه جدا، قال اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد يوما ان يستجيب القدر. الحمد لله استجاب القدر وثورتنا قامت. وبعدين البيت اللي بعده قال بقى المظلوم لازم يا ربنا يكرمه والمذلول لازم، فين ده كله يا جماعه؟ طول ما بنتكلم في الماضي عمرنا ما هنعمل حاجه، طول ما عمالين نقول الماضي والدكتور علي الدين هلال قال وكان وحش والريس قال وكان حلو، بقالنا سنين بنتكلم في الكلام ده. حضرتك قلت احنا سنه اولى حريه، لا احنا سنه 30 حريه بس ساقطين، كل سنه بنسقط مش عارفين نعمل حاجه، كل سنه بنسقط. ثلاثه يا جماعه، في فجوه كبيره جدا بتواجهنا، انا في فجوه بين جيل وجيل. انا عايز الدكتور اسماعيل يطلع يكلمني، كل الدكاتره الكبار دول يطلعوا يكلموني، اقول له حضرتك كنت فين؟ انا مش قادر اثق في اي حد مهما كان. ليه؟ كان بيملك القوه، كان بيملك العلم والمال والنفوذ وكل حاجه، مع برغم ده ما كانش بيعمل اي حاجه. احنا كنا شباب سيس قليلات الادب معفنين ملناش لازمه، مره واحده هتكلم عن نفسي يا فندم مفيش مشكله، انا كنت شاب سيس وكان بيقول عليا شاب سيس، حضرتك كنت شاب عالم مفيش مشكله، مفيش اي مشكله. انا كنت شاب سيس بس قمت بالثوره زي ما حضرتك قمت بيها بالظبط ووقفت. ماشي يا فندم طبعا مش مطلوب، قالوا علينا شباب ملناش اي لازمه، عملنا عمل بطولي مش هيحصل تاني، ازاي عيني تيجي في عينه تاني؟ ازاي احل الفجوه اللي بيني وبينه؟ انا محتاج ده ليه؟ لسبب واحد، انا ليا قدره معينه على الاستيعاب وعلى العلم، هو يملك الخبره، انا اكيد محتاجه، انا اكيد محتاج خبرته، محتاج خبره كل الناس اللي موجوده، محتاجهم يوصلونا لبر الامان. ارجوك يا جماعه نتفق، احنا كلنا بنحب مصر، هنختلف على قد ما هنختلف، هنشتم بعض على قد ما هنشتم بعض، بس لازم في الاخر نعرف ان احنا مصر دي بتاعتنا كلنا. شكرا يا جماعه. السلام عليكم. استاذ موسى قطاري من الجزائر. حتى لا يكون الحوار مصري مصري أود أن يكون الحوار عربي عربي، لأن قضية مصر وتونس وليبيا هي قضية كل العرب. أود تأكيد على شيء، اسمحوا لي إن أطلت فقط، أني أحيي جميع الشعب المصري على هذه الثورة الحضارية إن صح القول. ثانيا أود التركيز على نقطة هامة وهي التغيير الإيجابي، فممكن أني أهدم هذه المكتبة وهذا تغيير من الناحية الفيزيائية يعتبر تغيير، ولكنه مش تغيير إيجابي. التغيير الإيجابي هو نزع العقلية أو الذهنية التي تقول بأن رأيي صحيح دوما، وإنما الاعتماد أو العمل بمقولة أحد المفكرين إذ يقول
رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأيكم خطأ يحتمل الصواب. وهذا أظن أنه رجع إلى الإعاقة الفكرية. أشكر أنستي من لبنان تحدثت عن الإعاقة. المعاقين المشكل أنه نسبة كبيرة من العرب معاقين فكريا قبل أن يكونوا معاقين جسديا. نحن نريد التغيير، هذه حقيقة لا يمكن الهروب منها، وإنما التغيير يكون عن طريق العمل وليس عن طريق الشتم أو عن طريق الكلام فقط. وحتى لا نقول أو نمني على ما فعلناه من قبل ونقول نحن شباب الثورة ونحن شباب التغيير، حتى لا نصبح كما كانوا من قبل. الدول العربية كانت مستعمرة جميعها وتقول أن لها حضارة وأن لها إرثا وأن لها عادة وتقاليد وأن لها تاريخا متجذرا، حتى لا نبكي على الأطلال كما يقال. لابد أن نبدأ اليوم. هذه النقطة مهمة جدا. الكلام ممكن أني أدخل كل الحاضرين الجنة بالكلام، ولكن العمل هو اللي دخل الجنة. شكرا جزيلا لكم. هذه تحيات جزائر العزة، جزائر الثورة المجيدة، إلى كل العرب الشرفاء. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. عشان بس الوقت، يعني احنا قلنا بس نستخدم ال انا عشان الوقت كنت كاتب كلام كتير قوي، بس هتكلم في نقطتين مش هياخدوا 30 ثانية. انا بحيي الشعوب العربية كلها اللي قامت بالثورات وقدمت الشهداء ولم تبخل بيهم اطلاقا. بس كنت عايز اذا كنت هختصر كل كلامي اسأل سؤال واحد لاستاذ يوسف الورداني. اخبار الدورة اللي اتعملت في الامانة العامة للحزب الوطني قبل الثورة بثلاث ايام ايه؟ اخبار اللجنة الالكترونية للحزب الوطني ايه؟ لسه بيحصل اكاونتات وهمية؟ لسه بنزلوا وقت الشعب؟ ولا هتسيبوا الشعب يبني بلده تاني؟ وعايز اسأل سؤال كمان، اللجنة الالكترونية دي انتصرت ولا ارادة الشعب العربي هي اللي هتنتصر دائما وابدا يا استاذ يوسف؟ شكرا. طيب، يعني عشان ما تتحولش الناس بتسأل بعض، نشكر الأخ. احنا فعلا يعني الوقت خلاص، يعني فاضل 13 دقيقة على الساعة 5:30، وعندنا لسه بعد الساعة 6 الخروج للتذكر يعني الشهداء برا في القاعة في البلازا. فاحنا كنا حابين نوريكم ال برضو يعني اللي عايز يقول حاجة ممكن يقولها، بس احنا عايزين نشتغل على اللي هيحصل في المؤتمر. ف يعني كل اللي عنده نقطة برضو يخليها لان احنا لسه في وقت. انت كنت عايز تعمل ايه بالظبط؟ طيب طيب هنشغلها دلوقتي. طيب انتوا هتتضايقوا لو كلكم ما اتكلمتوش صح؟ انت ممكن تتكلموا كلكم مع بعض دلوقتي بسرعه عشان يعني عشان طب هنقول حاجه عشان بس ايه، هو إيه احنا مش اللي هو اي مؤتمر بقى فانا لازم اقول وانتوا تسكتوا وبعدين اسمع. لا يعني احنا فعلا عندنا ثلاث ايام، النهارده نص يوم وبكره يوم وبعده يوم وبعده نص يوم، يبقى يومين. خلاص يومين على ثلاثه، فهنلاقي فرصه لكل واحد يتكلم. يعني الورش العمل اللي احنا هنطلعها فوق دي دلوقتي فيها وقت كتير جدا للكلام، واحنا عايزين برضو ان كله يتكلم ويتكلم في سياق عشان نبني بقى، عشان ناخد الكلام ده نكتبه. احنا عمالين نكتب دلوقتي هنا وبنكتب تحت، فالكلام ابتدى يخش بقى في فاحنا عايزين نخلينا كده على سكه واحده ونحدد احنا متوقعين ايه من المؤتمر ده وعايزين نطلع بيه في ايه. وكل اللي رفع ايده وكل اللي عايز يتكلم عنده فرصه في اوقات اخرى. انا عمال اخد من وقتكم اصلا، ف
يعني انا محتاج الفلاش ديسك عشان اطلع البتاع دي. ممكن نتكلم على اتكلموا يعني على بال ما تطلع، بس ايه نتفق على اتفاق، اول ما تطلع السلايد بتاعت الوركشوبس دي او ورش العالم العمل هنضطر نتكلم فيها بقى. اوكي متفقين؟ ممكن تخلص في دقيقه دي. اتفضل. هنا ما احنا هنعمله بقى اللي جاي. الو السلام عليكم. الو في لجنه الاراء المرتبطه. ده اللي هنعمله في الايام الجايه. ماشي هندي لك ورقه. اتفضل حاج. السلام عليكم، انا اسمي محمد ريان، انا مبرمج كمبيوتر في هيئه الكتاب. اولا انا في بعض الحاجات اللي مضايقاني في الثوره، ابرز الحاجات اللي مضايقاني المطالب، خطاب المطالب نفسه فيه مشكله فظيعه جدا. خطاب المطالب كله متركز على جوانب سياسيه، يعني احنا كل شويه بنطلع مظاهره مليونيه لاسقاط الرئيس، بعدها مظاهره مليونيه لاسقاط الحكومه، بعدها مظاهره يعني مظاهره مليونيه ثانيه مش عارف لاسقاط مين. احنا عايزين نوسع اللاند سكيب بتاعنا شويه، عايزين نتكلم على مطالب اجتماعيه، عايزين نتكلم على مطالب سياسيه، عايزين نتكلم على مطالب مثلا في التعليم. لا احنا لازم نوسع العمليه بحيث ان احنا نطلع بالمنتدى زي اللي احنا موجودين فيه ده، يطلع بمجموعه توصيات بجد في مختلف نواحي الحاجات كلها. لازم يبقى في سياسات ثقافيه، سياسات اجتماعيه، ده حاجه. الحاجه الثانيه اللي مضايقاني لغه الحوار نفسها فيها نوع من المشكله، يعني كل ما حد بيتكلم بيتقال له انت لا مش انت اللي بتتكلم باسم الشباب. دي مشكله شويه. لا احنا عايزين وصلت الفكره. فاحنا دلوقتي برضو بشجع ان احنا الكلام ده لازم يوصل للناس، لازم يوصل في الخطاب اللي ما بعد الثوره. الناس في ناس معترضه بتقول لا مش كل شويه مظاهره مليونيه، طب تعالوا نتكلم، تعالوا حوار، ده وقت الحوار، ده وقت الواحد يطلع في الشارع ويتعرف على الناس ويتكلم معاهم ويبتدي ياخد يعني صوته يبقى مسموع. احنا خرجنا الاول للميدان وغير الميدان وهنا في اسكندريه وفي كل حته عشان الصوت يبقى اتسمع. شكرا. اعتقد ان اللي احنا صوتنا يعني ممكن ياخد من وقت دوت، يعني ممكن دوت هياخد دقيقتين ولا حاجه، معلش يعني عشان الصوت دوت منتدى حوار بعد اذنك يعني. هو احنا دلوقتي الكلام اللي كان اتقال من الاول واتقال عليا وعلى الناس ان اول ما ده يطلع هنتكلم على الموضوع، بعد كده كان في فصل الشعر احنا عدينا وقتها ونكمل. اللي انا بس بطلبه من الناس احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه، لان احنا في الوقت اللي فاضل مش هيبقى عندنا وقت الناس كلها تتكلم وكل واحد عايز يقول افكاره، فاذا كان ممكن كل الافكار تتكتف ورقه وتتسلم وبحيث ان احنا بكره عندنا محاضرات الورك شوبس هتتقسم فالناس هتقل فالصوت مش هيبقى مسموع قوي. انا عايز اتكلم في نقطه معينه دلوقتي. طب تقترح ايه؟ دي واحده. لو سمحت تعالى نتكلم. تقترح ايه؟ نحلها ازاي؟ ان الناس كلها هتتكلم وصوتها هيتسمع. دلوقتي مش في الساعه 6 هيبقى في طلوع على النصب بره على النصب؟ ماشي الساعه 5 وثلث، الكلام دوت مش هياخد 10 دقايق اعتقد صح؟ اللي هو لو ما حصلش في حوار، لو ما حصلش في حوار هياخد 10 دقايق. لا مش هيبقى في حوار. خلاص يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجتين، عندنا برضو قبل الكلام دوت كان في فتره تامر. شعر تامر. هنتكلم فيها؟ ماشي الشعر 10 دقايق ولا قد ايه؟ ما احنا ناخد وقت برضه. انا اتفضل. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. مساء النور. ازيكم؟ انا اسمي محمد اسماعيل. عندي فكره بسيطه قوي كده. توقعاتكم اللي انتوا المفروض طالعين تقولوها دلوقتي او ارائكم اللي هتقولوها دلوقتي مهمه جدا لينا كلنا، مش لينا احنا ك وات ايفر كاسمنا ايه. احب ان كلكم تطلعوا دلوقتي على الستيج، كل اللي عايز يقول رايه او يقول توقعاته المؤتمر ده، عشان هدف المؤتمر ده السنه دي ان نطلع بمقترحات تتنفذ ويبقى احنا نقدر ننفذها بنفسنا كمان كلنا مع بعض. موافقين ولا لا؟ بعد الكلام اعتقد يعني عن نفسي. طب نستاذنك لو سمحت. ده بعد الكلام. عشان ممكن بعد ما نتكلم، عشان في نقطة أنا الصراحة أنا مش ضامن عمري إن أجي بكرة أبقى موجود ولا لا، أو إن أقول الكلام اللي عايزه ولا لا. هو اللي هقوله مش هياخد دقيقة. حضرتك محدش أنا مش هاخد دقيقة فعلا، مش هتمم 60 ثانية. تاني أعيد اللي أنا قلته تاني بس اسمعوني من فضلكم، أنا ما بقولش كده. اتفضلوا كل اللي عايز يتكلم يجي يتفضل هنا يطلع على الستيج من فضلكم. هتفرق إيه؟ أنا قلت كده ومحدش اتحرك، طب أعمل إيه؟ كل اللي عايز يجي يطلع على الستيج بليز. طب فاصل من الشعر لحد ما كله يطلع؟ لا 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 تامر معلش معلش ثانية واحدة ثانية واحدة.
بس انت مدحت مصر. اولا بحب ارحب بالوفود العربيه اللي جت النهارده. الشعر اللي انا هقوله عن الثوره وللعرب كلها، وهو مش بتاعي، بتاع هشام الجخ لو حد عارفه، اكيد كلنا عارفين. جدا. وقد علمت في صغري بان عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض الحاني، نغني بيننا مثلا بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخواني، وكنا نرسم العربي ممشوقا بهامته، لها صدر يصد الريح استعو مهاب في عباءته، وكنا محض اطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وان بلادنا تمتد من اقصى الى اقصى، وان حروبنا كانت لاجل المسجد الاقصى، وان عدونا صهيون شيطان له زيل، وان جيوش امتنا لها فعل كما السيل. سابحر عندما اكبر، سابحر عندما اكبر، امر بشاطئ البحرين في ليبيا، واجني التمر من بغداد في سوريا، واعبر من موريتانيا الى السودان، اسافر عبر مقديشو الى لبنان، وكنت اجني الاشعار في قلبي ووجداني، بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخواني، بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخواني. وحين قبلت لم احصل على تأشيرة للبحر، لم ادخل وواقفني جائع غير مختوم على الشباك، لم اعبر حين قبلت، لم ابحر ولم اعبر، قبضت انا وهذا الطفل لن يكبر. تقاتلنا طفولتنا وافكار تعلمنا مبادئها على يدكم، الا حكام امتنا تعذبنا طفولتنا وافكار تعلمنا مبادئها على يدكم، ايام امتنا ألستم من نشأنا في مدارسكم، تعلمنا مناهجكم، ألستم من تعلمنا على يدكم، بأن الثعلب المقار منتظر سيأتي النعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا، ألستم من تعلمنا على يدكم، بأن العلم محمي في حزمته ضعيفا حين ينفرد، فلماذا إذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا وقطع بينكم فصلنا كما الأنعام، سيبقى الطفل في صدره يعاديكم يقاسيكم، تقاسمنا عروبكم فتبقت كل عوديكم، أنا عابر لا أرجع وأنت في تونس الفقرة من أصل عماني، وعمري زاد على الأنف وأمي لم تزل تحبل، أنا عربي في بغدادي نحل وفي السودان شرياني، أنا مصري موريتانيا وجمال عماني، مسيحي وسني وشيعي وكردي ودرزي وعلوي، أنا أحفظ الأسماء والحكام استرحى، تشتتنا على يدكم وكل الناس تتكتل، سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكل، ملأتم فكرنا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا وشغنا وتبعثنا وتلفيفا، هقعنا ديننا عمدا فعدنا الأعس والخزرج، نولي شعلنا فينا وننتظر الغدا مخرج، أيا حكام أمتنا سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم، ويأجل شعبنا العربي متحدة، فلا السودان منقسم ولا الجولان محتل ولا لبنان منكسر يداوي الجرح منفردة. خلص. شكرا لشاعر هشام الجخ مع إلقاء الأخت. لا مش وقت شعر. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد خلاف ستة طب طنطا من المنوفية، بلد الرئيس المخلوع وليس المتنحي، مع احترامي للرئيس. مبدئيا في واحد كان بوصل لي رسالة إن أنا لا، عشان يحصل تطوير اجتماعي لازم يحصل تطوير سياسي، ده كان ردا على الأستاذ أمانة. بس أنا هستأذنكم بس في دقيقة نقف، أو مش دقيقة يعني 15 ثانية، نقف على شهداء ليبيا عشان دول عرب زينا. لا لا واقفين على شهداء مصر. ماشي يعني ربنا يتولى الناس برحمة في ليبيا
ربنا ينولهم الاصلاح السياسي ان شاء الله. اولا انا عاوز احترم يعني بشجع المكتبه جدا لان منتديات ديت كانت طول الوقت عارفين انها امنيا لازم بتوافق على الناس اللي بيشاركوا المنتدى العربي. فمش عارف ده يعني تغيير رغم عن انفهم ام تغيير لهم، بس نرفع لهم القبعه على المبدا دوت، لان انا قابلت ناس معتقلين في هنا في السياسيين ومعانا في المنتدى وافرج عنهم ولهم كل الشرف، هم بيقولوا انا معتقل سياسي، فكل التطوير لمكتبه اسكندريه يا راجل. تاني حاجه لازم انا في معلومه عايز اقولها ان في ثوره مضاده يا جماعه، لازم نتاكد من كده. في اقوال الاستاذ هيكل طلع قالها على الفضائيه المصريه ان شرم الشيخ لسه بيحكم بيها مبارك، فدي مش دورنا دلوقتي، اهم حاجه دورنا ان احنا نترقب ونبقى حذرين فقط وليس الا. تاني حاجه الشباب، انا بحيي نسى ازيز على حزب عشوائيات لان الحزب الوطني بيدي فلوس دلوقتي لل 500 جنيه شهريا تقريبا عشان بيصوروا البطايا عشان الانتخابات القادمه، فالعشوائيات هم لهونا زمان قوي بان احنا نترقب الفلوس بتاعتنا، يعني ان زي ما يقولوا اللي هو اكثر قوت عايشي فهلك على النظام السياسي طول 30 سنه، فديت لازم تبقى تغيير من الشعب نفسه وليس من الرئيس او النظام. بالنسبه لدورنا دلوقتي ان احنا نبدا نوقف العصامات، نبدا نشوف الحل بلد تصلح تاني، ونبدا احنا يا جماعه يعني انا شفت ست التلفزيون بتقول جايه في التحرير بتقول انا هنزل ابوس رجل اي واحد في التحرير لمسها عشان تطهر البلد من اللي كان فيها. فده احنا بدينا الثوره يا جماعه، لازم الكبار دلوقتي يتكلموا، مش هنخون البرادعي ولا هنخون عمرو موسى ولا هنخون عمرو فاروق الباز ولا احمد زويل، ده دورهم يا جماعه دلوقتي، لا دورهم، مش بلاش نهاجم عليهم، بلاش نهاجمهم، ندي لهم فرصه يبداوا يبنوا مصر من تاني. عاوز اوضح على الناس اللي قالت الشرطه والحزب الوطني، هم لازم في فئه منهم كويسه اكيد، ولكن احنا فقدنا الثقه اسفين، خلاص لازم تبداوا انتوا تكسبونا الثقه مره اخرى باحترامكم. اخر نقطه، انا عاوز احترم الجيش جدا، لازم نسخ في الجيش يا جماعه اللي حصل امبارح، هم رجعوا امبارح وقالوا ان افرجنا على المعتقلين دول، ودول واتيفر مين اللي دخل امن دوله مش عارف ايه اللي بدا مولوتوف عليهم، بس الجيش ده هو سبب نجاح الثوره، لانه مبارك ماشي انا اسف بس هو قال ان احنا ندهسهم بس هو اللي رفض، فكل التحيه للجيش المصري يا جماعه، لازم نتنيه واثقين فيه. يا جماعه لو سمحتم سؤالين في دقيقتين عايز الكل يجاوبني عليهم. الكنيسه لما اتضربت هنا في اسكندريه او في اي محافظه ثانيه كان في امن ولا لا؟ احنا بقالنا دلوقتي كام يوم او كام اسبوع او مقربين على الشهر مفيش امن ولا لا؟ طب مين اللي ضربها؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، لما كل فئه في المجتمع تعمل مظاهره فئويه يبقى المجتمع مش هيشتغل، الارقام المهوله اللي احنا بنسمع عنها عن التعطل ده، يبقى المظاهره المضاده هي المظاهرات الفئويه. السلام عليكم يا جماعه، انا اسلام مدحت ابو الحسن، انا طالب ثانوي المرحله الثانويه. كان في بس احنا اتكلمنا عن نقطه التوعيه، انا مش هاخد من وقتكم والله، اتكلمنا عن نقطه التوعيه. التوعيه بانواع كتير، فكر سياسي ايا كان، بس في نقطه كنا لازم نتكلم عليها اللي هي نشر توعيه الوعي الشرطي. الشرطه مش كلها يعني اكيد كل حاجه فيها حلو فيها وحش، زي ما ربنا خلقنا من البدايه خلقنا في خير وفي شر، يبقى اكيد في حلو وفي وحش. الناس لما نزلت هجمت الشرطه هجمتها كلها عاطل على باطل، ظالم مع مظلوم. الناس دلوقتي اللي موجوده اللي نزلت دلوقتي ناس بتساعد، الناس اللي عايزه تشتغل، اللي هي كانت بجد موجوده، مش اللي كانت بتضرب وتقتل فينا، يعني احنا نيجي نساعدهم، المفروض ننزل نساعدهم. مش ندمر جهاز لا غنى عنه خالص في الدوله، جهاز الشرطه. وهي دي الرساله. لكن في نقطه ثانيه، العدلي اي الناس من كان، وبقولها بالاسم، كل الناس اللي كانوا بيضربوا دول مش شرطه، دول خونه بمعنى الكلمه. دول مش شرطه. ومن هنا من مكان ده انا بوجه بصوتي باسمي وباسم غيري، انت يا حبيبي العدلي بتهمك بان انت السبب في تفكيك كنيسه القديسين، انت وغيرك. واحنا اللي سكتنا واحنا اللي تسببنا في نفسنا بكده لان احنا سكتنا على خط على حق الراجل. شكرا. وصل شكرا. يا ريت اطلب من كل حاجه عايزين كل واحد بليز معلش يعني خلاص معلش احنا دلوقتي عايزين اي حد هيطلع يتكلم من هنا يقول لنا حاجه نستفيد بيها في تحسين الحوار في خلاص انا هديك لو تسمح لي يا استاذ مريم العامري من الوطن العربي من سلطنة عمان. عفوا انا قاطعتكم بس انا من ساعة واقفة وكنت اريد اتكلم لان الكل يتكلم عن مصر، خلونا نتكلم عن الوطن العربي شوي. طبعا
عن منتدى الشباب العربي. واعتقد ان احنا مش مصر وبس، يعني لبنان، تونس، السودان، سلطنة عمان، اليمن، احنا حاضرين، واعتقد ان لنا صوت شوي في المنتدى. انا تفاجأت لاني لما شاركت في المنتدى كان محاور المنتدى تختلف تماما عن ما بعد صار للثورة و25 يناير وإلى آخره، لكن هذا الشيء طبعا لا يؤثر علي، لأن أنا في النهاية جاي أستفيد. وأحب أقول لكم خبر طازج، يعني أنه في سلطنة عمان تم تغيير 5 وزراء، وأعتقد أنه هذا من نتائج ثورة 25 يناير. فشكرا. خلال 2.5 يوم أتمنى أني أستفيد كمواطنة في الوطن العربي وليس فقط لثورة مصر. أتمنى أن يكون محاور المنتدى أكثر شموليا إذا كنتم فعلا ترغبون في التغيير، وإلا ما حاجتنا لوجودنا في المنتدى. أحسن نروح. شكرا. أنا فعلا حزينة جدا. أنا يعني لو حتى طبعا كلنا عندنا أكاونت على فيسبوك، كتبت توبيك اسمه نفسي أعرف أفرح بالثورة، والنهاردة بكرر ده، نفسي أعرف أفرح بالثورة علشان حاجة واحدة بس، ثقافة قبول الرأي الآخر. للأسف شفتها النهاردة مش موجودة، واللي أنا هتكلم فيه عشان كلامنا يبقى عملي، أنا نفسي اللجنة المشرفة على التنظيم إن كل اللجان والورش العمل اللي هتكون موجودة، للأسف ما شفتش حاجة تتكلم عن الرأي والرأي الآخر. ياريت إحنا نشكل لجنة في كل ورشة عمل بتكون هي مخصصة، ويكون في مقاس يبقى ده نساق العمل ما بيننا، الرأي والرأي الآخر. بطلب منكم كل واحد يكون عنده 4 عيون، عينين اللي بيشوف بيها وعينين يشوف بيها الرأي اللي قدامه، يسأل نفسه هو ليه قال كده، ليه اختلف عني، ما يمكن هو عارف حاجة أنا معرفهاش، ما يمكن أنا أعرف حاجة هو ما يعرفهاش. يا ريت يا جماعة نفكر إن كل واحد ليه رأي، لازم نحترمه حتى لو كان غلط. أخيرا بعد ما شدينا وتشدينا، بصفتي اسكندرانية فأنا برحب بالإخوة والأخوات بين المحافظات، وبصفتي مصرية برحب بالإخوة العرب اللي جم برغم ما يقال إن في قلق وما فيش أمن، فترحيب شخصي مني باسم المصريين الاسكندرانيين. شكرا. ندى محمد، طالبة في كلية الهندسة جامعة اسكندرية. معلش يعني كنت عايزة أقول نقطة بتهيألي كلكم ونسيتوها. في ملفات بقالها 30 سنة بتتكلم عن التاريخ وعن الجغرافيا وعن الأحداث اللي حصلت من أنور السادات مغتيل مطمورة، ومحدش اتكلم عنها خالص. يعني احنا المفروض لو عايزين نوعي الناس وعايزين نعمل ثقافة الرأي ورأي الآخر ونعرفهم الرؤساء اللي كانوا كويسين وبنوا مصر، طب ما المفروض الملفات دي تطلع، الفيديوهات دي تطلع، في كتب لمحمد حسنين هيكل وناس تانيين، الجيش احتجزها. يعني مش عارفة بصراحة، يعني امتى الحاجات دي هتطلع؟ امتى هنقرأ تاريخ مصر اللي هو كان من 30 سنة ما فيهوش اي حاجة غير الحزب الوطني وماما سوزان وبابا جمال، يعني والضربة الجوية الاولى. على فكرة الضربة الجوية الاولى ما كانش غرضها اي حاجة، ده مجرد ضربة مع يعني حركة معنوية ورفع الروح المعنوية، لما الجيوش تشوف الطيران وهو طالع قدامهم مش اكتر يعني. بس فانا عايزة دور مكتبة اسكندرية هنا مهم، ان هم يطلعوا الوثائق المستخبية دي، ان المفروض قانون طوارئ يتشال عشان يبقى مفيش اعلام موجه ومفيش اي يعني مفيش اي اعلام كده ما حد مسيطر عليه. بس فهي دي النقطة اللي للأسف ما حدش اتطرق لها، والمفروض دور مكتبة اسكندرية تعمل الحتة دي وتطلع الكتب، عشان بجد عايزين نقرأ تاريخ مصر اللي بقاله أكتر من 30 سنة مدفون. ولو سمحتم ممكن أسمع تحية أو تصفيق للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات اللي عملوا تاريخ مصر بجد، اللي جم بعد 30 سنة ودمروه والله. عايزين نسمع الحاجات دي. طيب برضو يعني اللي هيقول حاجة بقى كان هيقولها في جملتين يحاول يقولها في جملة، الوقت عمال يخلص. معلش. أحمد عبد الوهاب هارون، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. أنا في البداية بعتب على المشرف اللي كان منظم هنا إن إحنا جايين شباب بنتحاور مع بعض، ما ينفعش يقولوا هو على المنصة أنا بكره الحزب الوطني، وعلى العلم أنا يعني كنت بشارك في أنشطة الحزب الوطني ليس كعضو ولكن كمشارك، لأن هو الحزب الوحيد اللي كان بيعمل أنشطة، وده كان عيب منه هو، ما بعترفش إن هو كان يعني كان محتكر حاجة، لا ده كان من يعني من ضمن سياساته إن هو يحتكر العمل السياسي.
لكن بشكر الاخت اللي قالت بحي الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس انور السادات. انا بعترف هنا ويعني اعتقد ان الكل هيوافقني في الراي ده عشان نكون منصفين، الرئيس محمد حسني مبارك لغايه سنه 92 كان شغال للبلد، ما كانش شغال قبل كده، فما نضمش ال 30 سنه على بعض ونقول ان طيله ال 30 سنه ما عملش حاجه. شكرا. بدايه معلش نقطه واحده بس، يعني يا ريت ننسى خلافاتنا الشخصيه ونبدا نشتغل لمصر ويكون عندنا تخطيط او وزاره تخطيط تخطط لنهضه مصر في اللي جاي ونبدا نشتغل، ما نبداش نتكلم عن الثوره. ونهايه يا ريت يوضع في دستورنا المصري او في كل الدساتير العربيه ماده تعمل على الوحده العربيه بحيث نكون عندنا اتحاد اوروبي او اتحاد عربي يناظر الاتحاد الاوروبي بل يكون احسن منه واحسن من الاتحاد الفيدرالي في امريكا. شكرا. طيب انا خديجه الدواحي من السودان ناشطه شبابيه. انا بحيي يعني الشباب التونسي والشباب المصري في عام الشباب القدر يغير المفهوم السائد عن الشباب، يعني بجد انا سعيده خالص بالثورتين ديل وبتمنى انه الثورات تقوم. وعندي سؤال للشباب المصري او للشعب المصري والتونسي، انه كيف حتحافظوا على الثوره؟ لانه في السودان عندنا تجربتين بتاع ثورتين، ثوره اكتوبر 64 وانتفاضه مارس وابريل 85، وللاسف الشعب السوداني ما قدر حافظ عليهم وبيعاني من ديكتاتوريه. الحاجه اللي دايره اتكلم عنها يا ريت نحن نتكلم كشباب بما انه ممثلين لعدد من الدول، نتكلم عن دور الشباب او نتكلم عن التوعيه بالحقوق والعداله الاجتماعيه والمواطنه. فإذا ناقشنا القضايا دي اتخيل لي قبل في ناس يتكلموا عن القيادة، فحق كل زول فينا يخد نفسه هو قائد أو قائدة، وده اللي بيقودنا للتغيير. والثورة الحقيقية هي الثورة اللي بتكون ثورة تغيير وليس ثورة مطلبية، يعني نحن ما نصور نطلع برا دايرين نغير نظام أو غيره، لكن الثورات الحقيقية هي اللي بتأدي لتغيير المفاهيم وتوعي الناس. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هشام من المغرب. في البداية أود تهنئة الشباب المصري على هذه الثورة التي ألهمتنا وأشعلت الحماس في الشعوب العربية المضطهدة. أود كذلك الإشارة في نقطة مهمة والتي تم إدراجها تمت مناقشتها من طرف الشباب العربي، وهي نقطة التعددية السياسية. فأنا ألاحظ بأن الشباب المصري يرى أن التعددية السياسية وهي كمشكلة راح تأثر على الحكومات ولا على النظام. فأنا أود الإشارة بأن المغرب يتوفر على 45 حزب ليست كلها لها شرعية ولكن لها أصوات، يعني الأحزاب السياسية قد تؤثر في الشأن السياسي بشكل جيد. في النقطة الثانية أود الإشارة إلى تجربة المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث تمت تعويض جميع المتضررين من سنوات الرصاص. وأنصح الإخوة المصريين تتبع نفس هذه الطريقة لتفادي الاحتقان ما بين أعضاء الحزب الوطني أو النظام السابق والشباب المصري المضاد للنظام. وتحيات الشباب المغربي وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمة الشاطر من مصر خريجة حقوق. أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا زعلانة جدا النهاردة لأن الحوار بينا ما بقاش الحوار اللي احنا نستفيد منه، احنا كلنا قايمين بنتخانق مع بعض، واحد بيشتم واحد بيصفي حسابه مع واحد. للأسف تصفية الحسابات نزلت من الشخصيات السياسية والناس الحزبيين اللي انتوا زعلانين منهم للشباب. احنا بعيدين عن الموضوع ده، ما ينفعش ان احنا نحول المشاكل بيننا وبين بعض. سواء الرئيس مبارك غلط او الوزراء غلطوا، في قضاء يحاسبهم وفي ربنا فوق موجود هو اللي يحاسب، ونسيب التاريخ كمان هو اللي يحكم. طيب. الحاجه الثانيه عايز اقول لكم عليها، ان كل يوم بنسمع ان في بارجه بتعدي عن الحدود الليبيه، في اسطول بيتمرن كده جنب الحدود المصريه. طب يا جماعه احنا فين؟ يا عرب فوقه، الدول الغربية هتستغل الصحوة اللي عندنا
الصحوة السياسية وتدخل تحتلنا. يا جماعة لازم نرجع نشتغل تاني، وكفاية كده من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، واحنا مش قادرين نملك قرارنا عشان احنا ما عندناش حاجة ناكلها او نزرعها. شكرا. شكرا. اشكرك. بجملة واحدة، بجملة واحدة، مفيش وقت. وبعدين بلاش الرأي لا خالص، ده هي كلمة واحدة والله. وبعدين على طول كلمة واحدة هيقول كلمة واحدة وانتوا اللي بتحكموا بقى. ها كلمة واحدة. كلمة واحدة ها. ايه وبعديك؟ بعديك ادي اوكي. وكلمة واحدة برضه. كلمة واحدة. السلام عليكم، اسمي مصطفى. خلاص كده. اسمي مصطفى بسليم، وكاتب وطالب دراسات عليا. من امبارح بصراحه وانا بفكر حاجه المؤتمر اقول ايه، وهتكلم على بعض السياسات اللي انا شغال فيها زي التعليم وحاجات كده، بس في عندي اشكاليه واحده بس هتكلم فيها وهنزل. ان انا اطرح اكتر من سؤال، المنظمين اللي كانوا واقفين هنا جايين منين؟ اولا مكتبه اسكندريه لا تتعامل مع اشخاص ولكنها تتعامل مع مؤسسات، واذا كنتم انتم جمعيه امتى اتشهرت؟ وازاي في الوقت البسيط ده قدرتوا انكم تقودوا مؤتمر زي ده؟ لان انا متربي في المكتبة وعارف ازاي اي حد بيجي عشان يكون اصلا سبيكر بس في مؤتمر بيكون ايه القصة. كمان لو احنا شفنا اللوجو هنلاقوا عليه مؤسسات كتير محطوطة كده، تلات مؤسسات تحت، ما شفتش اي ممثل ليهم. الدكتور اسماعيل سراج الدين قدمكم عشان تفهمونا انتم مين، محدش فهمنا انتم مين. فانا كنت هقدم رأي وهقدم خطط وهي مكتوبه، واحنا شغالين من قبل يوم الثوره وشغالين من قبل كده، بس انا يهمني اعرف منين. انا حسيت ان التاريخ بيعيد نفسه مره ثانيه، وفي مسلسل انا مش قادر افهمه بصراحه. يعني عايزين نعرف بالظبط في ايه بيحصل. شكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي فارس رمضان. دلوقتي احنا بسم الله الرحمن الرحيم، لا يغير الله بنفس الا ان يغيروا ما بانفسهم. كل واحد حتى يغيروا ما بانفسهم. طب ودلوقتي احنا كل واحد عايز يعرف هو هياخد قد ايه وعايز يعمل قد ايه. كل واحد نظف الشوارع بتاعته واللي بايظ الرصفان، وانا شفت ايجابيات كتير. بس لما احنا كنا بنرمي الزباله زمان قبل الثوره كنا عايزين نعرف احنا بنرمي الزباله ليه، عشان مش شبابنا هو اللي بيرميه؟ شبابنا هو اللي بيلمه. شكرا. السلام عليكم، معاكم الشيخ محمد جبريل. انا بس حبيت اقول كلمتين كده وخلاص، يعني انا مش رايي ومش في السياسه واصلا وكده زي اي شاب تاني. لو سمحت قصيده اسمها حكايه شاب سائر، دي اهداء لشباب التحرير. نزلت نادي بحق على حق مني اتسرق وتحول لبنوك بره، مشيت ويا الهتاف علمي فوق الكتاف، مصر حره مصر حره ونظامك رافض يسمعني. شويه عيال وايه يعني، الشرطة تفرقهم زي كل مرة. رفضت اتحرك من المكان، شهد الميدان على ايام مرة، بس فرحان قدرت اغير اللي ما اتغير من زمان. شكرا. شكرا. انا بس احب اقول حاجة، انا ياسمين مصطفى من مكتبة اسكندرية. انا حابة بس اعلق على الزميل اللي طلع وقال مش عارف اللوجوز بتتكلم على ايه، او ان المكتبة بتمثل مؤسسات مش اشخاص. اولا يا جماعة للعلم ده مش المنتدى السادس للشباب العربي، ده لقاء مفتوح للشباب لمناقشة ثورة التغيير 25، والاسم اللي مكتوب مش كاتبين المنتدى السادس للشباب العربي. بعد اذن حضرتك هقول لحضرتك حاجة، حضرتك عارفة الوضع الأمني اللي بتمر بيه البلد. احنا كل حاجة كنا بنمشيها بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك سيبيني أكمل كلامي للآخر. بعد اذن خلاص. شكرا. بعد اذن حضرتك. خلاص معلش اتفضلي حضرتك. الحاجة بس أنا عايزة أوضح حاجة بس يا علي. بالنسبة للوجوز اللي موجودة على البوستر،
فالأول لوجو المجلس القومي للشباب اللي موفر للشباب دول الإقامة. اللوجو الثاني الوابي.org، دي الناس اللي بتعمل الشباب volunteering، بيعملوا لايف ستريمينج للمؤتمر ببلاش. أما اللوجو الثالث دايلك فورم، فده الإدارة اللي جوه مكتبة اسكندرية اللي منسقة للمؤتمر. بس شكرا. طيب خلاص شكرا يا جماعه. طيب انتوا سمعتوا ان في لايف ستريمينج او بث حي مرئي للمؤتمر؟ طيب احنا في ناس من على الناشونال جيوغرافيك، انا سامع ان في منظمات كبيره قوي بتنقل الشغل بتاعنا، فخلينا نطلع كده. يعني عملنا ثوره ونظفنا مكاننا في الشارع، والسي ان ان قالت عمرنا ما شفنا حد عمل ثوره وعمل ونظف مطرحه، فخلينا نطلع شكلنا ارقى من كده. مش عايزين نزعق لبعض، مش عايزين نتنرفز، وندي فرصه لاخر مجموعه وبعد اذنكم ما حدش يطلع على المسرح. خلاص الموجودين دول هم اللي هيتكلموا، عشان في حاجه مهمه جدا لازم نشوفها، ده اللي هنشتغل فيه اليومين الجايين دول. اشكركم. السلام عليكم، انا اسمي محمد خالد، طالب في كليه تجاره. انا عايز اقول حاجه واحده، انا عايز قبل اي واحد ما ينتقد اي حد ينتقد نفسه الاول، لان كلنا عندنا اخطاء وكلنا لازم نغير اخطائنا قبل ما نغير اخطاء الناس. شكرا. شكرا. السلام عليكم. انا محمود سامي، طالب في ثالثه اعدادي. انا بس كان عندي فكره صغيره جدا، يعني ليه الحكام العرب ما يجتمعوش بحيث ان هم يعملوا عالم عربي؟ يعني احنا عالم عربي اسم، لكن من جوه دول ومتفرقين. فليه احنا ما نعملش الجيش العربي، الخزانه العربيه؟ ليه ما تبقاش كل حاجه لما اجي انا اطلع اتكلم اطلع اتكلم باسم انا عربي، مش بتكلم انا مصري؟ وشكرا. شكرا. السلام عليكم، انا اسلام رمضان، بزنس ادمنستريشن عرب اكاديمي ترانسبورت. بما اني انا تابع للاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فانا انتمي لجامعه الدول العربيه، ومن هذا المنطلق انا بحيي جميع شهداء العرب. انا هنا حريص على حضور الايفنتات من 5 سنين في المكتبه، وبتابع التطورات العلمية، واشتركت في ساينس فير انتل باسيف، وشفت البحث العلمي في مصر في الوطن العربي، والبحث العلمي في أوروبا، وده اللي أتمنى أن أشوف بلدي عليه والوطن العربي كله، أن البحث العلمي يتطور بشكل لائق يكون يليق باسم مصر وبالحضارة وبالأمجاد اللي حققتها مصر. أنا واحد يعني في ناس طلعت اتكلمت على الرئيس الراحل الرئيس السابق حسني مبارك، انا كامل الاحترام للرئيس حسني مبارك، بس انا عشان اقدم بحث علمي للسيده سوزان مبارك تم بهدلتي من الحرس الجمهوري في تفتيش على ارض بلدي وانا مصري مهين، ومش هقدر اقول كلمه اكتر من كده لان انا متحفظ على اللي كان بيحصل لتفتيش النساء وحاجات من هذا القبيل. لكن قلت ان كل دوت ما فيش اي مشاكل منه لو ان انا هحصل على حاجه، ومفيش حاجه حصلت، وقدرت ان اخد سكولرشيب في الاكاديمي، والجامعه الدول العربيه هي اللي بتحقق المشروع دوت، والحزب الوطني او مؤسسه الرئاسه وامن الدوله كلها بتحمي النظام وبتعمل بروباجندا للنظام، والنظام ده ليس له قيمه. شكرا. طيب اتفضل. اسمي احمد البيلي، في 6 طب بشري، بحضر في المكتبه منذ افتتاحها، بجيها تقريبا كل يوم. انا يعني اول شيء بحب اشكر المنظمين مجهولي الهويه اللي عملوا اللقاء دوت عشان يجمعنا بيكو، وان الشباب يعلم الشباب، يعني زي ما اتعلمت من ناس اجانب في المكتبه هنا ان اتش 1 تيتش 1. فما علاقه هذا البوستر بين منتدى الاصلاح العربي اللي بيتم في مثل هذا الوقت من العام؟ عندي كلام كتير وملفات كتير ومستندات كتير، بس عايز اقول ان اي وطن وامه عشان تبني مستقبلها لابد ان تعرف ماضيها. في اجماع انساني على ان اعظم حضاره انسانيه هي حضاره الاندلس التي قادها المسلمون وجمعت بين المسلمين والمسيحيين واليهود. ولذلك انا اقول ابيات شعر لامير الشعراء احمد شوقي، كان ايام عباس حلمي 1910، من اكثر من 100 عام، وهو يخاطب حجاج بيت الله الحرام، والأغنية غنتها أم كلثوم، مشهورة جدا الأغنية. أحمد شوقي بيقول في آخر القصيدة: فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات،
شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بإيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، وذلك ماضي مجدهم وفخارهم، فما ضرهم لو يعملون لآتي، وذاك زمان أرضه وسماؤه مجال لمقدام كبير حياتي. مشى الناس فيه في السماء وأنشاؤه بوارد في الأبراج ممتنعاتي، فقل ربي وفق للعظائم أمتي وهيئ لهم الأفعال والعزمات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فرحات فودة، مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بنا. أولا أنا بحب أشكر حضراتكم، وعايز أخرج من المؤتمر اللي احنا فيه أو الملتقى الشباب اللي احنا فيه، أولا في مشروع جديد اسمه ممر التنمية والتعمير، ياريت حضراتكم تلتفوا حواليه، وخصيصا الشباب الخريجين حديثا، لو حضراتكم اتوجهتوا الى ممر التنمية والتعمير، اللي بيزرع يزرع، اللي يبني يبني، المهندسين هيشتغلوا، الاطباء هيشتغلوا، كل الفئات الشعب هتشتغل، مش هيبقى في بطالة في الشعب خالص. وشكرا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اعرفكم بنفسي، محمود البدوي، ناشط سياسي منسق العمل الجماهيري في المبادرة العربية للإعلام الإلكتروني. انا بس عايز اقول حاجة، طلعنا ضد اعضاء مصر علشان نحرر بلدنا، انا مسميهم اعداء مصر بس هم اعداء داخليين. انا هوضح بس حاجة، في ظل غياب السيطرة الامنية الداخلية، في لما كنا يوم 26 لما اتمسكنا في طنطا، اول لما دخلنا ترسم لنا سلم على الحيط، اطلع السلم فين؟ فين لما كان في فايد وهو حاضر ما بيننا؟ كل جريمته ان هو كان شايل شنطه جواها علم مصر، ايه جريمته؟ فين لما زميلنا اللي اتكهرب قدامنا واغمى عليه وطلبنا الاسعاف من مامور اسم تاني في طنطا؟ يا عم هو اللي بيموت قدامنا، هات له دواء، هات له اي حاجه. قال لك لا، احنا الحمد لله كان معانا طبيب وعالجه. فين برضك فين الامن من البلطجيه؟ فين؟ انا بس عايز اقول حاجه، بصفتنا كمبادره عربيه للاعلام الالكتروني، احنا استسهاما منا في توثيق الثوره بنتقدم مبادره العربيه للاعلام الالكتروني بمئات الصور و50 فيديو حاضر الان لتوثيق احداث الثوره بجمهوريه مصر العربيه كامله. ماشي، شكرا لحضراتكم واسف للاطاله. حازم عمر، طالب بالفرقه الثالثه بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. هو في حقيقة الأمر أن أود أن أذكر أن شباب الثورة الحقيقيين هم الشباب الذي يشغل همهم وبالهم أوضاع البلاد. فنحن الآن نريد البناء، لا نريد أن نتحدث عن نظام قديم أو نتحدث عن الحاضر. وأنا حزنت عندما سمعت أن هناك من يعادي النظام القديم وهناك من يشكر في النظام القديم، وفي الحالتين هناك تصفيق، هناك شيء غريب. ولكن أود أن أذكر في نهاية حديثي أن الفرصة لابد أن نغتنمها، والشباب يجب أن يعرفوا أن المرحلة القادمة هي محاسبة سياسية من خلال أنت ومن خلال إرادتك في الانتخاب لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب. شكرا. مساء الخير، انا اسمي جيسيكا عاطف. انا بس كنت عايزه اتكلم على اكتر حاجه من الحاجات اللي تهمني، هي انه نغير نظام التعليم، وانه نزرع من الاطفال من هم صغيرين المواطنه، وان هم يتقبلوا الاخرين. وعايزه اتكلم عن ان قيام الثوره اجتماعيه زي ما قمنا بثوره سياسيه، وان القضيه مش هي قضيه بس تغيير نظام سياسي بس، هي اكتر تغيير نظام اجتماعي، وان احنا لازم نحافظ على مكتسبات الثوره وان احنا نتقبل الاخرين. انا دي اكتر حاجه تهمني، هي التعليم والثقافه للاطفال اللي هم لسه هيبنوا، يعني لسه الاجيال اللي هي جايه دلوقتي. وانا بشكر، انا لسه اول مره احضر مؤتمر، وبشكر المؤتمر ان هو اتاح لي الفرصه ان انا اتكلم، وميرسي جدا. ميرسي. اسمي علي عبد الرحمن، انا هقول مهنه ولا محافظه ولا سن، انا بس هقول انا مصريه، لان فعلا اول مره ابقى في مؤتمر وابقى فخوره ان انا اقول كلمه مصريه. انا مش هطول، عندي بس استفسار وتعليق. الاستفسار
يتضمن جميع الدول العربية عامة ومصر خاصة. السؤال هو كيف يتم تفعيل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني؟ يعني احنا مثلا عندنا في مصر على سبيل المثال ليس الحصر منظمات مجتمع مدني كتيرة جدا، منها عيون مصر ورؤية مصر وشباب الفيس وجمعية الشباب، منظمات كتير جدا كل واحد بيعمل في حلقة مغلقة. ازاي كل المنظمات دي تشتغل تحت قيادة معينة بحيث ان هي تكون منظومة متكاملة يكون هدفها الوحيد والاساسي هو النهوض بمصر؟ عندي معلش تعليق ان احنا بنقول ان سبب الفساد هي الحكومة، هي مش سبب الفساد هي الحكومة، وسبب مننا احنا. واكبر مثال على كده هو المؤتمر اللي احنا فيه. اول حاجة ان الاساتذة القائمين على المؤتمر وانا بشكرهم، هم اول حاجة قالوا كلمة كل واحد دقيقة، محدش اتكلم دقيقة، كل واحد اتكلم من حوالي 5 دقايق لـ7 دقايق. تاني حاجة قال ان احنا نقف صف، دي اقل مثال، ما وقفناش صف، احنا واقفين جروب. تالت حاجة تقبل الرأي والرأي الآخر، ان محدش فينا عنده سياسة تقبل الرأي الآخر، ان مفيش مشاكل يبقى انا رأيي ورأي زميلي يحترم ويبقى ليه كل الخصوصية. رابع حاجة معليش هعلق على انا ما اعرفش اصلا معليش مع احترامي رؤية مصر، بس على ما اعتقد ان هي جمعية مكونة من شباب زينا كلنا. المكتبة كلفتهم ان هم بس يديروا المؤتمر ليس اكثر ولا الا، ومحدش فينا شاف. حتى الاستاذ تكرم ان هو طلع قال انا مش محضر اي خطاب يا جماعة، ده هيبقى نقاش شبابي بيننا وبينهم. بس واسف على التعليق، هو بس التعليق، الوقت طول عشان التعليق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفكم بنفسي، أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحبل، كما قال أخي هويس الشعر العربي هشام الجخ، وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا. ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار سيأكل نعجة حمقى إذا للنوم ما خلتوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بعصبته ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ وأنا أخيرا أود أن أقول وأتقدم بخالص التعازي إلى أخواني في السودان على الانقسام، لأنه هذا ليس فعله وإنما هو فعلنا نحن العرب، لأننا قصرنا في حقهم حتى انقسمت السودان. وأنا أقول وأقول أنا وشباب محافظة البحر الأحمر ومحافظة ومصر والعالم العربي كله، لماذا نحن إلى الآن نتكلم ولا نفعل؟ وشكرا. السلام عليكم. قبل ما أقول اسمي أو أي حاجة، أنا أساسا مش في أحزاب ولا في ولا حضرت منتديات قبل كده ولا في مجتمع مدني وفي أي حاجة، وشاركت في الثورة دي بس عشان سبب واحد، يعني غير ان ايه تغيير النظام او تغيير مثلا الحالة الاجتماعية او تغيير الاجور او كل الكلام ده، انا شاركت عشان حاجة مهمة لستني، التعليم. التعليم للأسف في بلدنا متدمر، مش من دلوقتي ولا من 30 سنة، من ايام الثورة قامت، ثورة 23، للأسف شديد التعليم باظ. اهمية التعليم أكتر من أي حاجة تانية. في ماليزيا في السبعينات أو في الثمانينات أنا مش متذكر بالظبط، مهاتير محمد اللي هو رئيس وزراء ماليزيا، لما مسك ماليزيا كانت دولة تقريبا جمهورية من جمهوريات الموز، يعني كانت عبارة عن بلد عشوائيات. فطبعا يعني ما كانش عارف يعمل إيه. حاجة واحدة بس قال إن هو هي دي اللي هتخلي ماليزيا من الدول الصناعية، التعليم. علم الناس صح. نتيجة دلوقتي ماليزيا من الدول العظمى، دولة صناعية عظيمة سبقتنا. للأسف الشديد عندنا هنا في مصر نظام التعليم بقى نظام كمي مش كيفي. يعني مثلا أبسط حاجة، أنا اسمي أولا أنا معرفتكمش لنفسي، أنا اسمي محمد مجدي، خلصت حقوق، ليسانس حقوق. للأسف مثلا في كلية زي كليتي بتخرج كل سنة أكتر من 10 أو 15 ألف طالب، وعلى مستوى الجمهورية بتخرج حوالي 40-50 ألف محامي، من احنا مش محتاجين العدد ده. ده غير ان هم اساسا ثلاث ارباعهم ما يعرفوش اساسا ايه هو القانون.
كمل بس دي واحده. فطبعا ده غير ان في كليات تانية احنا محتاجينها ومحتاجين العلم اللي فيها. الكليات هتتقفل من كتر ما فيش طلبه فيها زي كليه الزراعه. هقول كمل في هختصر. للاسف انا فتحت الجورنال النهارده وشفت برامج الانتخابيه بتاعت الرؤساء فيش واحد فيهم ذاكر التعليم خالص. العمال يقول انا هدي 5000 جنيه اللي عايز يتجوز ولا هعمل شقه الايجار يدفع 20%، لكن التعليم اللي هو اساسا هيبني البلد دي محدش يتكلم فيه. فيا جماعه كل الموجودين يعني اتمنى ان التعليم ده يكون هو ما تنتخبوش رئيس او حتى عضو برلمان لما يحط التعليم هو ركيزه الاساسيه لبرنامجه. البلد مش هتتقدم الا بالتعليم. احلام ناس كتير اتدمرت بسبب التعليم. طيب شكرا. دلوقتي معلش في اناونسمنت او يسموها ايه؟ لا يعني عشان لا مش حكايه اعلان، هم بيسموا ايه الايفنت اللي هيحصل ده دلوقتي؟ نتذكر الشهداء. ده هيبقى من الساعه 6:30 كان في البرنامج، دلوقتي المفروض هيبقى الساعه 6 لان الناس وصلت تحت والدكتور اسماعيل سجاد الدين واقف مستني. فطبعا فاضل واحد فقط يعني معلش هو كان، فيبقى ما فيش حد خلاص. احنا اسفين جدا علي يعني بستاذنك يا علي، احنا كنا وصلنا لواحد وقلنا ما فيش حد طالع تاني، فالناس اللي طالعه طلع زياده. اوكي احنا دلوقتي اتكلمنا ان قلنا عايزين نسمع الناس والناس تسمعنا. موافقين ان انا ما ينفعش اتكلم؟ موافقين؟ ليه هقول حاجه بس انا هقولها دلوقتي بسرعه. انا كنت في التحرير تمام، وايدي ديت كانت مليانه بدم الشباب اللي كنت بعملهم اسعافات اوليه يوم الاربع ويوم الثلاث تمام. اللي حصل دلوقتي انا في التحرير كان في نظام، كان في ناس بتحب بعض. اللي حصل دلوقتي خلال الساعتين دول ان الشباب خلاص بدات جواها من بعض ضغينه، ضد ناس وضد بعض. يا شباب اللي كانوا في التحرير احكوا لبعض، احكوا للشباب اللي ما كانوش موجودين كان في ايه التحرير، الشباب كانت بتعمل ايه في التحرير، كانت بتحب بعض. دلوقتي الناس كلها كرهت بعض، اللي هنا نص الناس مشيت عشان مش عاجبها راي بعض. وبلاش نسقف لبعض كل كلمه بنقولها، ده واجب عليا بقوله عشان انا شفت حاجه في التحرير كانت منظمه جدا. شفت مصر في التحرير وهنا ما شفتش مصر. شكرا. شكرا. السلام عليكم. بعد اذنك انا اسف، انا هقول بس حاجه يا جماعه، احنا بجد كفاينا كلام، كفاينا كلام قوي يعني. انا بجد انا مش عارف اقول ايه يعني، انا شهداء وناس وبتاع، انا مش عارف اقول ايه. عايزين نعمل حاجه، كلنا عايزين نعمل حاجه، يبقى نسيب الناس دي تساعدنا واي حد يساعدنا خلينا ماشيين وراهم. احنا كنا ماشيين وراها حراميه 30 سنه، جت يعني على واحد طلع وقال لك اساعدكم، مظاهر وحزب وطني وكلام وهنا واسمعنا كلام لما تعبنا. لا يغير الله بقوم حتى غرب انفسهم. ابتدوا اللي عنده حاجه يعملها، اعملوا اللي شايف حاجه صح يعملها، نسيبهم يساعدونا شويه، بلاش انتقادات وبلاش كلام ملوش لازمه يعني. نشكركم. انا شايف يعني معلش لو سمحتوا نسقف لنفسنا. مين احنا يعني لنفسنا؟ ليكوا يعني سقفوا لنفسكم. انتوا عملتوا شغل هايل دلوقتي، عايزين نخرج بره نشوف هيحصل ايه تحت في الساحه، في الساحه صح؟ في ساحه المكتبه، ونرجع تاني لو في وقت.